صباح الخير يا دكاتره. النهارده هنتكلم على اول حاجه في الاونكولوجي، او احنا ممكن نوطي المايك شويه ولا ايه؟ حد يقدر يوطي لنا المايك شويه بعد اذنكم، اللي هو مايك نمبر 1، بس يعني نوطي الصوت. ميرسي قوي. هنتكلم على اول محاضره في الاونكولوجي، والاونكولوجي مهم قوي ان احنا نبقى عارفين سكيل معين نبقى ماشيين عليه. يعني احنا كده وطينا صح مش كده؟ كده تمام كده، حلو قوي قوي، تسلم ايديك، ميرسي جدا، شكرا. الانكولوجي ان جنرال، سواء كنا بنتكلم على جاينيكولوجيكال انكولوجي او انكولوجي ان جنرال، مهم قوي نبقى في دماغنا سكيم عشان نبقى عارفين احنا هنمشي ازاي. يعني حتى دلوقتي في سنه سته بيقولوا لي ان هم في الجراحه برضو بيطبقوا، يعني الناس اللي عارفوا معانا السكيم وكده بيطبقوه برضو في الجراحه وهم بيذاكروا. يعني اتس فيري امبورتنت عشان تبقى انت ماشي سيستماتيك كده، ما تنساش ايتمز معينه مهمه. خلاص، فانا الاول حطيتي بالسكيم بتاع الانكولوجي اللي هو ايه، وبعدين بعد كده نطبقه على اول انكولوجي هناخده او اول كانسر هناخده اللي هو الاندوميتريال كارسينوم. وبعد كده هنبقى يعني ماشيين لما ناخد الكانسر سيرفيكس، الكانسر اوفري، حتى لو جالكم اي كانسر انتم مش عارفينه بالسكيم تقدر انك انت تكتبه او تتكلم فيه او تقوله في الاورال زي ما انت عايز، طالما انك انت عارف الجنرال سكيم بتاع الانكولوجي وعندك البيزك نوليدج بتاعه القصه دي. لان انتوا طبعا قاعدين قبل كده باثولوجي وهيستولوجي وكده، حتى لو انت شايف ان انت مش ممكن تبقى فاكرهم ودول في الماضي صحيح، فلا هما في الماضي صحيح، بس هيبقوا جوه موجود فيهم معلومات، هتلاقي نفسك انك انت ايه ده انا عارف برضه، لان دول بيزك نوليدج مش ممكن تبقى سنه ولا سنتين انتوا ضاعوا منكم كده وانتوا ما عرفتوش عنهم حاجه، ولا ثلاث سنين الباثولوجي في سنه ثالثه. فهنشوف كده السكيم اللي احنا بنمشي عليه. اللي انا كاتباه بالاسود ده ما بيتغيرش. يعني انا دايما بروح عامله مثلا ما عندكوش في الكتاب كانسر اوف فالوبيان تيوبس. فالوبيان تيوب دي حاجه جاينيكولوجي. فدايما في اخر مره بخلي حد يطلع يكتب لنا او يقول لنا يشرح لنا الكانسر بتاعت الفالوبيان تيوب. ولو هو كتبه كده جاله في الماجستير مثلا وكتبه كده بالمنظر ده وبتاع هياخد عليه فول مارك يعني. فانتوا عشان بس تبقوا متخيلين انه السكيم مهم قوي انه يبقى في ذهننا عشان نقدر ان احنا نتكلم او نعرف كل حاجه. اول حاجه بنقولها الديفينيشن، يعني الكانسر ده بادي منين او طالع منين. على حسب ايه، لو قال لك فالوبيان تيوب يبقى اتس كانسر ارايزنج فروم فالوبيان تيوب. مثلا قال لك اللي هو اندوميتريوم كانسر ارايزنج فروم ذا اندوميتريوم. الديفينيشن اللي هو الكانسر ده ارايزنج منين. فاول حاجه الديفينيشن، اي موضوع لازم له ديفينيشن اللي هو الكانسر ده طالع منين. فده اول حاجه بنقولها. بعد كده في الايتيولوجي يا دكاتره، طالما ان احنا بنتكلم على كانسر يبقى عندنا في ايتيولوجي، او اذا كان في فعلا ايتيولوجيكال فاكتور او بريديسبوزنج فاكتور، وفي بري مالجنت ليجن. دي ما ننساهاش لان احنا ابتدينا نتكلم على كانسر، يبقى ممكن يبقى في ليجنز بري مالجنت اللي هو انا اقلق منها لاحسن تتحول لمالجنت. زي ايه خدنا لحد دلوقتي في النساء، سواء ابسن جايني ممكن يتحول لمالجنت. الفيزيكال هرمون بالظبط كده، يعني 5% ممكن تتحول لمالجنت اللي هي كوري كارسينوما، او 20% تتحول للوكالي انفيزيف او لوكالي مالجنت. فدي حاجه ممكن تتحول. هل في حاجه ثانيه خدناها ممكن تتحول لمالجنت حتى لو اكستريملي رير؟ لاي مايوما او الفايبرويد ممكن يتحول ليه؟ ساركوما. بالظبط كده، اليوتراين ساركوما، اليوتراين ساركوما حتى لو اكستريملي رير بس ممكن. فبالتالي احنا عندنا في حاجه اسمها بري مالجنت ليجنز. يبقى في اي كانسر اول حاجه الديفينيشن بتاعته، ثاني حاجه الايتيولوجي اذا كان ليه سبب واضح، زي ما هنتكلم هنا على الاندوميتريال كارسينوما لو الاستروجين عالي او ان اوبوز استروجين، زي ما هنتكلم المره الجايه على السيرفايكال كانسر لو مالتيبل سيكشوال بارتنرز اتش بي في مش عارف فايروسز كده. فيبقى في عندنا بريديسبوزنج فاكتورز او ايتيولوجي، وبعدين بري مالجنت ليجن زي ما هنعرف هنا في الاندوميتريال كارسينوما ايه البري مالجنت ليجنز بتاعتها، واحنا عرفنا شويه بري مالجنت ليجنز واحنا ماشيين في النسبه. فيبقى كده عشان بس نبقى عارفين السكيم، الديفينيشن بتاعت الكانسر، الايتيولوجي، الايتيولوجي ده بينقسم للايتيولوجي البريديسبوزنج فاكتورز والبري مالجنت ليجنز لو الديزيز ده ليه بري مالجنت ليجن، ومعظمهم ليهم بري مالجنت ليجن. دي حاجه كويسه عشان من الاول انك انت تقدر تبيك اب الكانسر ده من الحاجه اللي هو لسه ما تحولش بس ممكن ان هو يتحول. فدي حاجه كويسه ان الكانسرز ليها بري مالجنت ليجن. فده بالنسبه للايتيولوجي، يبقى بنتكلم على البريديسبوزنج فاكتورز او الايتيولوجي نفسه وبعدين البري مالجنت ليجن. بعد كده نيجي على الباثولوجي، ديفينيشن انسيدنس طبعا، ايتيولوجي باثولوجي. الباثولوجي ولو تفتكروا ان السكيم ده كتبناه قبل كده في الكوريوكارسينوما بالظبط كده، لما قلت لكم انا بشرح الكوريوكارسينوما في الاوبساتريكس، بس هي هتيجوا في الاول ان هي موجوده عندنا في الجاينيكولوجي برضو. فالباثولوجي بينقسم لجروس انا شايفاه ازاي، الليجن ده انا شايفاه بعنايه ازاي، مايكروسكوبي
لو بصينا عليه تحت الميكروسكوب هيبقى شكله ايه؟ جراس مايكروسكوبي والجريدنج والسبريد. فالجراس انت شايفه ازاي الكانسر ده، اذا كان مثلا ألسر وريز ديفيرتد ايدجز وريجولار نيكروتيك فلور زي ما كنتم فاكرين واخدين في الباثولوجي قبل كده، او كان نوديول او فلاشي ماس مش عارف ويز ارياز اوف هامرج اند نيكروزيس، يعني كلها حاجات هتلاقوا نفسكم فاكرينها برده من الباثولوجي. فالجراس بتاعنا شكله ايه؟ مايكروسكوبي لو تحت الميكروسكوب، واللي تحت الميكروسكوب ده هيديبند على ايه تفتكروا؟ اللي تحت الميكروسكوب الايه؟ الجريدنج ده اللي بعد الميكروسكوب الجريدنج، بس الميكروسكوب انا ببص على ايه؟ السايز بالظبط كده. اذا كانت مثلا دي سكويماس كارسينوما ادينو كارسينوما، يعني ايه الساركوما، يعني على حسب التايب. انا بتكلم على اندوميتري، بتفتكروا لو هبص عليه تحت الميكروسكوب ده هيكون ايه؟ جلانز بالظبط كده، جلانز اللي هي هتبقى ادينو كارسينوما بجريدنج، يعني ديفرنت جريدنج على حسب السيفيريتي بتاعه الكانسر. طب لو انا بتكلم على سيرفكس هيبقى ده ايه؟ ايه النيتشر بتاعه السيلز الهيستولوجي بتاع السيرفكس؟ ها افندم؟ سكويمس ابثيليوم، سكويمس ابثيليوم. فلو انا بتكلم على الفالوبيان تيوب، ايه النيتشر بتاعه الفالوبيان تيوب ميكوزا دي؟ افندم؟ كيوبويدال، لان الكولامنر دي اكتر بتبقى في الاندوسيرفايكال كانال، والاكتوسيرفكس ده بيبقى سكويمس، لكن الفالوبيان تيوب مثلا الميكوزا بتاعتها بتبقى كيوبويدال. طب امال الفاجينا هبص عليها هتكلم على ايه؟ سكويمس سكويمس كراتينايز ولا انكراتينايز؟ انكراتينايز طبعا، الجلد هو اللي بيبقى كراتينايز. فهتبقى المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعتنا ديبندنج على الكانسر ان كويستشن اللي انا بتكلم عليه. لو انا بتكلم على حاجه بتاعه جلاند زي الاندوميتريوم يبقى هاوسف جلاند ادينو كارسينوما، لو انا بتكلم على سيرفكس سكويمس سيل يبقى هاوسف سكويمس سيل كارسينوما بجريدنج ديفرنت جريدنج، لو انا بتكلم على فاجينا يبقى هاوسف سكويمس سيلز برده ستراتيفايد سكويمس ابثيليوم بس ان كراتينايز طبعا. لو بتكلم مثلا على فالوبيان تيوب يبقى هاوسف برده الكيوبويدال ابثيليوم. يعني ات ديبندز على الاورجن ان كويستشن اللي انا بتكلم عليه. فده بالنسبة للميكروسكوب. يبقى الجراس الشكل العام اللي هو يا اما بيبقى ألسر يا اما بيبقى نوديول يا اما بيبقى فلاشي ماس، ده الحاجات بتاعت الباثولوجي الجراس اللي احنا عارفينها. الميكروسكوب ديبندنج على الاورجن اللي انا بتكلم عليه فهوصف الهيستولوجي او السيلز اللي هي فورمينج الاورجنز ده بديفرنت جريدنج زي ما انت قلتوا، اللي هو جريد 1 بتبقى المالجننت انديفرنشيتد سيلز فيها نسبتها قليلة جدا، فعشان كده جريد 1 ده عنده البست بروجنوزس، لان هو لازم 5% مالجننت انديفرنشيتد سيلز ومور ذان 95% بتبقى مالجننت سيلز بس ديفرنشيتد. فطالما ان هي ديفرنشيتد يعني في وقت ان هو تبقى ديفرنشيتد از اوريجينال سيلز، يبقى معناها ان هي واخده تايم كويس وكده، فالبروجنوزس بيبقى كويس لان هي فيري ويل ديفرنشيتد. فده لو بتكلم على جريد 1 لاي كانسر. جريد 2 ده اللي هو انترميديت بروجنوزس، لان فيها تقريبا 50% او اقل من 50% من 55% مالجننت اندفرنشيتد سيلز، فبالتالي بتبقى انترميديت بروجنوزس. وجريد 3 لا، دي هي اكتر من 50% اكترها بتبقى مالجننت اندفرنشيتد سيلز، ممكن توصل ل 100% مالجننت اندفرنشيتد سيلز، لدرجه انك انت لما تبص تحت الميكروسكوب ما تبقاش عارف الاوريجن بتاع السيلز، لان احنا بنعرف نوع الكانسر تحت الميكروسكوب او دكاتره الباثولوجي بيعرفوا لما يشوفوا الاوريجينال سيلز. لما الاقي اندوميتريا جلاند هيقول ده اندوميتريا كارسينوما، لما الاقي مثلا كولامنا سيلز بتاعت السيرفكس هيقول ده سيرفايكال كانسر، لما يلاقي بتاعه الفالوبيان تيوب هيقول ده فالوبيان تيوب كانسر. لكن لو ما لقاش وكله كان اندفرنشيتد سيلز هيقدر يقول لي الاوريجن بتاع التيوب؟ مش هيقدر يقول لي. فبالتالي بيبقى البروجنوزس وحش قوي، لان انا مش عارفه الدياجنوز عشان اعرف اعالجه ازاي. فهو ده بس عشان نبقى متخيلين. يبقى احنا النهارده هنتكلم على الكانسرز الانكولوجي، بس اول حاجه بنحطها السكيم بتاع اي كانسر، مش شرط اندوميتريا كارسينوما، اي كانسر، اي كانسر ان جنرال لازم نعرف الديفينيشن بتاعته، يعني اوريجين ارايزنج فروم ايه، وال ايتيولوجي. والايتيولوجي هنا بيبقى بريديسبوزنج فاكتور، وده اللي لازم تبقى عارفه سبيسيفيكلي على كل كانسر، والبري مالجننت ليجنز بتاعته، وسكريننج طبعا بتاع البري مالجننت ليجنز عشان اقدر ان انا اعالجها من بدري قبل ما تتحول لكانسر. بعد كده انتقلنا للباثولوجي وقلنا الباثولوجي ده جروس ومايكروسكوبي والجريدنج والسبريد. اتكلمنا على الجروس وقلنا شكله بالعين المجرده جروس لي شكله ايه، وزي ما خدته قبل كده في الباثولوجي ممكن اي كانسر يبقى ألسر يبقى نوديول يبقى بوليب او فلاشي ماس، يعني ده شكل الجروس. مايكروسكوبي ديبندنج على الكانسر ده طالع منين، اندوميتريال يبقى هنتكلم على جلانز او ادينوكارسينوما، مثلا اكتوسيرفيس يبقى هنتكلم على سكويمس سيلز، اندوسيرفكس يبقى هتكلم على كولامنر اندوسيرفايكال سيلز،
فاجينا هتكلم على ستراتيفايد سكويمس ايثيليال سيلز، فالوبيان تيوب يبقى هتكلم على كيوبويدال سيلز، يبقى ديبندنج على السيلز اوف اوريج. والجريدنج ده اللي هو جريد 1 و 2 و 3 دول لكل الكانسرز في كل حته في الجسم، في العين، في البق، في اي حته، في اي حته هو الجريدنج واحد. جريد 1 و 2 و 3، جريد 1 less than 5% malignant undifferentiated cells، او يعني هو mostly differentiated، فبالتالي بيكاري الباس بروجنوزس. لو بصوا عليه تحت الميكروسكوب كل السيلز هيلاقوها شبه الاندوميتريال جلاندز او شبه السيرفايكال جلاندز. وجريد 2 ده اللي هو intermediate prognosis، لان نص السيلز فما اقل هي المالجنت undifferentiated cells. وجريد 3 ده اللي هو most of the cells او اكتر من 50% malignant undifferentiated cells. الباثولوجي كمان غير لما بنتكلم فيه على الجراس ومايكروسكوبي والجريدنج، السبريد كمان بيبقى تبع الباثولوجي. السبريد بتاع اي كانسر يا دكاتره خدته قبل كده في الباثولوجي بيبقى فين؟ يا اما دايركت لوكال سبريد للسراوندنج اريا، يا اما ليمفاتيك سبريد للدريننج لينف نودز. فمثلا اليوترس بيدرين فين؟ في الانجواينا اللي مع الراوند ليجمنت بيروح للانجواينا لينف نودز، والفاندس في الباراورتيك لينف نودز، وبعدين بعد كده معظم اليوترس بيفولو السيرفيس وبيدرين في السيرفايكال لينف نودز، اللي هو يعني بتبقى السيرفايكال هي الاكسترنال ايليك والانترنال ايليك والانترنال ايليك او الايليك لينف نودز. فعلى حسب برضو الاناتومي بتاع الاورجن ده انت عارف الليمفاتيك درينج بتاعه. فطالما انت عارف، يعني مثلا قلت لك الاوفري هيدرين فين او الليمفاتيك سبريد اوف ذا اوفري هيبقى فين؟ باراورتيك لينف نودز. لو جينا نتكلم على السيرفكس، الليمفاتيك سبريد بتاع السيرفكس هيبقى في الايليك لينف نودز بالظبط كده. لو جينا نتكلم على الفالوبيان تيوب، الفالوبيان تيوب اللي فات الدرين بتاعها فين؟ في الانجواينال وفي الباراورتيك برضو، يعني الاثنين هيبقى الاثنين. طب الفاجينا، الفاجينا والفالفا الدريننج بتاعها فين؟ في الاليكس بالظبط كده، في الاليكس. هو الوحيد بس اللي عندنا هو الاوفري والحتت اللي ريليتد، فالوبيان تيوب ريليتد شويه بتاخد من الاوفيريان ارتري فهتدرين برضو في الباراورتيك لينف نودز. الحته بتاعت الفاندس اللي فوق الكورنيال اند دي برضو بتفولو الاوفري، فبتاخد من الباراورتيك، بتاخد من الاوفري اوفيريان، فبتدرين برضو في الباراورتيك لينف نودز. فالليمفاتيك درينج على حسب الاورجن ده اللي هو البلاد سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعته بتبقى فين. فدايركت اللي هو للسراوندنج، لو بتكلم مثلا على اندوميتريوم يبقى على حسب السراوندنج هيبقى الميوميتريوم، السيرفكس، الفاجينا، الفالوبيان تيوبز، الاوفرز، حته السراوندنج. لو بتكلم على الفاجينا هيبقى الفالفا والسيرفكس وكده، الحاجات الاريا السراوندنج بتاعتها. بتكلم على الفالوبيان تيوب هيبقى الاوفرز وكده، ده اللي هو الدايركت، الدايركت سبريد بتاعه. طب الليمفاتيك على حسب هو بيدرين فين، هو الاريا او الليمفاتيك درينج بتاعته فين. طب البلاد سبريد هيبقى فين يا دكاتره؟ اللنج والليفر والبرين والبون، دول زي كل الكانسرز. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على السكيم، على السكيم بتاع اي كانسر، ديفينيشن ارايزنج منين، الايتيولوجي بتاعه اذا كان ليه ديفينيت ايتيولوجي او بري ديسبوزينج فاكتور، والبري مالجنت ليجنز بتاعته، وبعدين بعد كده الباثولوجي. والباثولوجي ده بينقسم للجروس ومايكروسكوبي والجريدنج والسبريد. في سؤال لحد كده؟ طيب نيجي للكلينيكال بيكتشر. اي كلينيكال بيكتشر احنا عارفين ان هي بتبقى سيمبتومز وساينز، سيمبتومز وساينز، سيمبتومز يعني العينه هتيجي تشتكي من ايه. طبعا لو انا بتكلم على يوترس واندوميتريا، اندوميتريا كارسينوما، اندوميتريوم ده اكيد هيبقى فيه بليدنج، ده اندوميتريوم خلاص. زي ما هنيجي نشوف مثلا في الكانسر سيرفكس هيبقى ايه الشكوى بتاعتك، يعني على حسب الاورجن ده الفانكشن بتاعه ايه، فبالتالي هيبقى السيمبتوم اللي هتيجي تشتكي منه ريليتد للفانكشن. الا اذا كان حصل ميتاستاسيس، حصل ميتاستاسيس يبقى كده ممكن تشتكي بسيمبتومز اوف ميتاستاسيس، زي ما هيموبتاسيس مثلا لو اللنجز كمان بقت افكتد، لو الليفر بقى افكتد ممكن تيجي بجوندس كمان، يعني على حسب لو في ميتاستاسيس. لو لسه فيري ايرلي يبقى هتيجي تشتكي من السيمبتومز بتاعه الاورجن ان كويستشن او الاورجن اللي افكتد. ده بالنسبه للسيمبتومز. الساينز، اي ساينز برده بنشوف جنرال وابدومينال ولوكال اللي هو بي في، لان احنا بنتكلم في الجاينيكولوجي. الجنرال برده الجنرال ساينز، لو في ميتاستاسيس هتلاقي عندها جوندس، تلاقي عندها كاشيكسيا، تلاقي عندها انيميا من البليدنج اللي بيحصل، يعني هتبقى حاجات جنرال. ابدومينال لو انا بتكلم على يوترس ممكن يبقى انلارج ان انا احس فوق السيمفيسيس بيوبس، او ان انا الاقي اسايتس لو بقى كمان الليفر بقى افكتد وكده يعني. فالابدومينال على حسب برضو احنا الستيجنج بتاعنا، او يعني الى اي مدى الكانسر ده بقى انفولفينج ديفرنت ستراكشرز. يبقى الكلينيكال بيكتشر سيمبتومز اللي هتشتكي منها العيانه، ساينز جنرال انا بشوف جنرالي ايه في العينه، وابدومينال لو في اي حاجه ابدومينال، ولوكال او بي في اكزامينشن طبعا بكومنت على اليوترس والادنكس اذا كانوا انلارج او زي ما هم او كده، فهو ده اللي انا بكومنت عليه.
الكلينيكال بيكتشر بيزيد عليها هنا لان احنا بنتكلم على اونكولوجي يعني غير السيمتومز والساينز الستيجنج لان المانجمنت بتاع اي كانسر بيتبند على الستيج بتاعته هل هو ايرلي الستيجنج بتاعه لسه ايرلي ولا اذا كان ليه فالمانجمنت هيتبند على الستيج فبالتالي الستيجنج هنا احنا بنحطه تبع الكلينيكال بيكتشر ساعات الستيجنج هتلاقوه ان هو كلينيكال ستيجنج فعلا وفي بيبقى سيرجيكال ستيجنج بس في الحالتين احنا بنحط الستيجنج تبع الكلينيكال بيكتشر وبعدين بعد كده هنتكلم هنفرقهم ازاي الستيجنج يا دكاتره برده واحد كل الحاجات اللي انا كاتباها بالاسود دي ده الجنرال سكيم اللي هو ما بيتغيرش في الكانسرز كلها خلاص فطالما انا كاتبه الستيجنج ستيج 1 و2 و3 و4 كله بالاسود كده خلاص يبقى هو ده واحد اذا ده اللي انت هتحطه سواء كانسر سيرفكس كانسر مش عارف اندوميتريوم كانسر مجزلة كانسر مش عارف في بروستات هو ده هو ما فيش غيره خلاص ستيج 1 كونفايند للاورجن اللي انا بتكلم عليه قال لك كانسر نوز يبقى كونفايند للنوز قال لك كانسر مش عارف فوت يبقى كونفايند على حسب المكان اللي انت بتتكلم عليه فستيج 1 كونفايند للاورجن اللي احنا بنتكلم عليه لو احنا بنتكلم هنا على اندوميتريوم هنتكلم على اندوميتريوم يبقى كونفايند للاندوميتريوم ستيج 2 لوكال سبريد لوكال سبريد لوكال سبريد للحاجات اللي حواليه حاجات اللي حواليه يعني لو بتكلم على اندوميتريوم خلاص هيبقى سيرفكس مثلا الحاجات اللي هي حوالين لان يوترس يبقى سيرفكس تحت مش عارف الحاجات اللي حواليه ستيج 3 مور لوكال سبريد يعني اخذ اريا اكتر في اللوكال سبريد بلس ليمف نودز يعني افكشن اوف ليمف نودز دي بقينا ستيج 3 ستيج 4 هو ده اللي ديستنس سبريد ستيج 4 ديستنس سبريد وبيقسمهم لفور ايه لو الميوكوزا الميوكوزا بتاعه اليورينري بلادر والريكتم لان احنا بنتكلم على كله جاينيكولوجيكال تيومرز افكتد وستيج 4 بي لو هو ديستنس سبريد لانج ليفر وبرين وبون مش عايز تفرقهم عن بعض عايز تقول ديستنس سبريد وبس في ستيج 4 مفيش اي مشكله خالص ستيج 4 ديستنس سبريد يبقى الستيجنج بتاع الكانسر ستيج 1 و2 و3 و4 ستيج 1 كونفايند للاورجن ان كويستشن اللي احنا هنتكلم عليه ستيج 2 لوكال سبريد ستيج 3 مور لوكال سبريد اند ليمف نودز ستيج 4 ديستنس سبريد فهو ده بالنسبه للستيجنج بتاع اي كانسر حتى لو جالك حاجه انت مش فاكرها ما كنت مذاكرها بس نسيتها مش فاكر الستيجنج بتاعها ايه لان هتلاقي ساعات متقسمه ل 1 اي وبي وسي وسي 1 وسي 2 مش فارقه خالص لان عمرنا انت مش واحد سبيشالايز في النساء والولاده فاحنا بنبقى عايزين نتكلم مع حد جي بي اهم حاجه يبقى عارف بري مالجنت ليجن السكريننج بتاع القصه دي ايه الستيجنج ان برود يعني ستيج 1 ايه اللي هو ايه ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 لكن الحاجات اللي جوه قوي كده احنا بنكتبها في الكتاب عشان يبقى مكتمل وليس ان هو انت لازم تبقى عارف الحاجات دي خالص لان انت مش سبيشالايز انت جي بي فبالتالي تبقى عارف برودلي كده ان الكانسر ستيج 1 ده كونفايند للاورجن ستيج 2 ده فيه لوكال سبريد ستيج 3 مور لوكال سبريد اند ليمف نودز ستيج 4 ده ديستنس سبريد لاي كانسر سواء اتكلمت على الاندوميتري مع السيرفكس على الاوبري على الفاجينا على الفالفا هو نفس التقسيمه دي يبقى الكلينيكال بيكتشر بنقول فيها السيمتومز اللي بتشتكي منها العيانه الساينز اللي انا بشوفها سواء بالجنرال اكزامينشن الابدومينال اكزامينشن والبي بي اللوكال اكزامينشن والستيجنج اللي هو ستيج 1 كونفايند للاورجن ستيج 2 اللي هو بيبقى فيه شويه لوكال سبريد ستيج 3 مور لوكال سبريد وليمف نودز وستيج 4 اللي هو الديستنس سبريد في اي سؤال لحد دلوقتي احنا كل ده بنتكلم على سكيما ما بقتش اشرح في الاندوميتريال كارسينوما احنا بنتكلم على الكانسر سكيم اللي هنمشي عليه في الانكولوجي الاسبوع ده الاسبوع الجاي انفستيجيشنز اي انفستيجيشن عشان ما انتهش لان ممكن تقولي سي تي وام ار اي ومش عارف تشيست اكس راي وكده كل ده اوكي ممكن تعمله بس لازم تبقى عارف انت بتعمل انفستيجيشن دي ليه هدفك من هذه الانفستيجيشن اللي انت بتعملها كنا دايما في كل الحاجات البناين تكونفيرم الدايجنوزس بتاعي يعني مثلا في الفايبرويد بعمل الترا ساوند اكونفيرم اشوف الفايبرويد انه مايوز نفس القصه بعمل عشان اشوف الفايبرويد مش عارف اشر مان بعمل لها هيستوجرام عشان اشوف في يعني بتكونفيرم الدايجنوزس ده الايم بتاعنا من الانفستيجيشن ان انا شكيت في حاجه في الديفرنشال دايجنوزس بالسيمتومز والساينز فا ايم كونفيرمينج هذا الديفرنشال دايجنوزس بان انا اعمل له انفستيجيشن طبعا انا محتاجه كده في الكانسر اكونفيرم ماي دايجنوزس انا شكيت ان هي عندها كانسر سيرفيكس هعمل لها باب سمير واعمل لها مش عارف ايه يعني اكونفيرم ماي دايجنوز انا شكيت ان عندها اندوميتريال كارسينوما عاوز اعمل لها مثلا ترانس فاجينال سونوجرافي اشوف الاندوميتريوم عاوز اعمل لها يعني عشان اكونفيرم الدايجنوزس بتاعي طبعا كونفيرم الدايجنوزس ده اكيد ايه تاني في الكانسر هبقى عايزه اشوفه ميتاستاسيس مش بنقول ان هو ممكن يسبريد عشان وده هيختلف في الستيجنج فبالتالي المانجمنت هيختلف لان هو لو سبريد للليمف نودز لو سبريد لللنج والليفر وكده ده الستيجنج بتاعي اختلف خالص فبالتالي التريتمنت والمانجمنت هيختلف فديفنتلي انا عايزه اعمل كمان انفستيجيشن تو ديتكت ميتاستاسيس
تو ديتاكت ميتاستاسيس. يبقى تاني ايم ليا تو ديتاكت سبريد او تو ديتاكت ميتاستاسيس ان انا اعمل لها بس عن بون سكان، اعمل لها ليفر سكان التراساوند على الليفر اشوف افكتد ولا لا، اعمل لها تشست اكس راي اشوف اللانجز بتاعتها افكتد ولا لا، اعمل لها سي تي برين اشوف ان في افكشن ولا لا، ام ار اي اشوف الليمف نودز دي افكتد ولا لا. لان طبعا انا محتاجه اعرف اذا كان في سبريد ولا لا، لان ده اللي هيحدد لي المانجمنت. فاول ايم في الانفستيجيشنز بتاعتي ان انا كونفيرم ماي دايجنوزس، شكيت في اندوميتريال كانسر يبقى اعمل انفستيجيشن تو كونفيرم هذا الاندوميتريال كانسر، وبعدين بعد كده اشوف اذا كان في سبريد لهذا الاندوميتريال كانسر او سيرفايكال كانسر او وات ايفر الكانسر اللي انا بتعامل معاه ولا لا. في ايم ثالث كمان ما قلناهوش قبل كده، لان كل العيانين بتوعنا كانوا تقريبا تشايلد بيرنج بيريد وفيت وبناين وكلام من ده فما كناش بنعمله، بس انا هنا انا بتكلم على كانسر اللي ممكن يبقى افكتنج الليفر افكتنج اللانجز بتاعتي، فبالتالي ممكن تبقى الفيتنس فور سيرجري للبيشنت دي افكتد. وكمان التريتمنت بتاع كانسر زي ما هنشوف ان هو ممكن في الاول ايرلي ستيجز بيبقى سيرجري وهتبقى سيرجري دي لانسي سيرجري، فلازم اشوف اذا كانت العينه دي هتستحمل معايا هذه الاوبريشن ولا لا. فتالت ايم في الانفستيجيشن تو اسس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرجري، ان انا اعمل لها لابوراتوري تيست اشوف الليفر فانكشنز والكيدني فانكشنز بتاعتها السي بي سي بتاعها، لان طبعا لو ليفر ممكن ليفر فانكشنز تبقى افكتد، فدي هدخلها ازاي وادي لها هيباتوتوكسيك دراجز اللي هو كل الانستيزيا معظمهم هيباتوتوكسيك لان هم بيبقوا متولايز في الليفر، فلازم ابقى عارفه الفيتنس بتاعتها اي سي جي لان معظمهم بيبقوا الكانسر بيجي في ستات سنها كبير، فبالتالي لازم تعملها اي سي جي وتشوف الفيتنس بتاعتها فور سيرجري. فبالتالي الانفستيجيشنز بتاعتنا يا دكاتره مش اللي هو الايم بتاعها الواحد، عشان كده عمرنا ما كتبنا ايم اوف ذا انفستيجيشن، لان هو ما لناش غير ايم واحد اللي هو اكونفيرم الدايجنوزس بتاعي اللي انا شكيت فيه. بس انا هنا عندي مش ايم واحد، مش بس اكونفيرم الدايجنوزس، اكونفيرم الدايجنوزس طبعا دي اول حاجه، وبعدين بعد كده اديتكت سبريد عشان اعرف الستيجنج بتاعي فين، فبالتالي بعمل انفستيجيشن تو ديتكت ميتاسيس زي تشست اكس راي وليفر سكان ومش عارف بون سكان والكلام ده. وتالت ايم ليا اسس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرجري لو كنت انا هدخلها العمليات، يبقى اعمل لها بقى اللابوراتوري تيست للفانكشنز والكيدني فانكشنز والاي سي جي وكده عشان اشوف اذا كانت العينه دي فيت فور سيرجري ولا لا، لو انا بلاننج فور سيرجري او حتى لو انت بلاننج فور راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي. طب ما احنا بنقول في حاجات بتبقى نيفروتوكسيك في حاجات بتبقى هيباتوتوكسيك، فعشان تبقى عارف انت عيانتك دي لو هي مثلا الليفر انزايم بتاعتها وحشه لا يبقى هتختار لها انواع من الراديو او الكيمو اللي مش بتبقى ميتابولايز في الليفر. فعشان كده assessment of the fitness of the patient ده مهم انك تعرف العيانه in generally، وكل واحده من دول هيبقى فيها حاجات اللي هو ازاي تو كونفيرم الدايجنوزس، يبقى هيبقى فيها investigations to confirm الدايجنوزس، investigations to detect spread، وinvestigation to assess fitness of the patient for surgery. General scheme for treatment اي كانسر early يبقى surgical late يبقى radiotherapy. ليه؟ لان early يعني هو لسه confined للorgan، ما احنا بنقول stage 1 confined للorgan، تقدر تشيل هذا الorgan وانت ما عندكش مشكله، لان زي ما احنا بنقول قلت لكم قبل كده ان احنا بنتكلم على uterus و ovaries و cervix و fallopian tube كلهم ممكن اشيلهم والعينه مش هتتاثر، يعني انا مش بشيل لها اللانجز مثلا، مش بشيل لها الليفر، مش بشيل لها البرين، لان دول الاورجنز دي ممكن تشيلها. يعني اقصى حاجه لو الست دي جالها ستيج 1 اندوميتريال كارسينوما، يعني كانسر كونفايند للاندوميتري، طب ما انا ممكن اشيل لها اليوترس كله وهي هتعيش حياتها عادي ما فيش اي مشكله. فبالتالي دايما الايرلي تريتمنت الايرلي ستيجنج في الايرلي ستيجز هي دي اللي بتبقى سيرجيكال خلاص. لكن لو لقيت ان هو لا ده كمان مش بس الاندوميتريوم اللي افكتد، ده كمان في لوكال سبريد ووصل لحد الليمف نودز، يعني ستيج كام كده 3 لو وصل كمان لحد الليمف نودز والبارا اورتيك وكده، فانا ممكن اشيل اليوترس بس عشان اوصل للبارا اورتيك ليمف نودز ده موربيديتي ومورتاليتي وديسكشن عالي قوي وهتستحمل معايا العيانه ولا لا او كلام من ده، فالاحسن ان انا اعمل راديو ثيرابي. فدايما في الليت ستيجز الاحسن ان انا اعمل راديو ثيرابي عشان اقلل الموربيديتيز والمورتاليتيز على العيان، يعني دايما بتوي البنفيت ريسك ريشيو في ايرلي ستيجز اللي هي ستيج 1 وبعض الحاجات ستيج 2 بتعمل سيرجيكال تريتمنت، لكن في الليت ستيجز اللي هي ستيج 3 وطبعا ستيج 4 دي بالياتيف اساسا اللي هو عشان البين وكده، فدي اللي بتعمل لها راديو ثيرابي. واصلا كمان لو تفكر كده هتلاقي فعلا عيانتك في ستيج 1 ممكن تبقى سيرجيكال فيت، لكن لو جيت بقى لستيج 3 وستيج 4 اللي هي فيها متاسس لللانجز ولليفر وكلام من ده لا ما هي غالبا هتبقى سيرجيكالي انفيت، ففعلا دي اللي انت هتديها راديو ثيرابي. طب افرض عيانتك كانت انفيت فور سيرجري وهي لسه كونفايند لليوترس مثلا، كونفايند للاورجن يعني ستيج 1 لسه بس هي انفيت فور سيرجري، راديو بس هتضطر انك انت تعمل لها راديو ثيرابي.
فده السكيم الجنرال سكيم بتاع الكانسر. ده الجنرال سكيم عشان بس نبقى احنا متخيلين اي كانسر هنتاكل هذا الكانسر ازاي. تاني نقول الجنرال سكيم قبل ما نخش في الاندوميتريال كارسينوما. اول حاجه في الجنرال سكيم اللي هو كل الحاجات اللي انا كاتباها بالاسم هي دي اللي انا مش هغيرها، هتلاقوا المره الجايه انا كاتباها نفسها ولا اللي بعدها، يعني لو البورد ده ما حدش استخدمه انا بمسح بس الحاجات اللي بالاسود بسيبه وبفيل ان عليه لان هو ما بيتغيرش، هو ده اللي احنا هنكمل عليه. فكل الاسود بيتساب زي ما هو، لكن الحاجات بقى اللي انا كاتباها لكم بالازرق او بالاحمر اللي هي الاحمر دي اللي هي كي ووردز للاندوميتريال كارسينوما والحاجات اللي بالازرق. طب نيجي نشوف بقى ايه السكيم الجنرال سكيم بتاع الكانسر. اول حاجه طبعا ديفينيشن، يعني الكانسر ده ارايزنج منين. لو هو فالوبيان تيوب هقول ارايزنج فالوبيان تيوب، لو هو مثلا يوترس ارايزنج من يوترس ثاني على حسب السلف اوريجن اللي بيطلع منها الكانسر. ده ديفينيشن. الايتيولوجي بتاعنا اللي هو ايه، هو البريديسبوزنج فاكتورز اللي هو ده هرمون ديبندنت او بيعتمد على فيروس مثلا معين زي ما هناخد الاتش بي في السيرفايكال كانسر، بيعتمد على سيكشوالي ترانسميتد حاجات كده، يعني ده اللي هو الايتيولوجي او البريديسبوزنج فاكتورز. والبريمالجنت ليجنز لازم في الايتيولوجي تقولي البريمالجنت ليجنز لان ده كانسر، يعني ده سبريد خلاص، فاكيد في بريمالجنت ليجنز اللي ممكن اديتكت early هذا الكانسر بالpre-malignant lesion وعالج pre-malignant lesions عشان ما تتحولش لكارسينوم. ففي الايتيولوجي بتقول لي predisposing factors وتقول لي pre-malignant lesions بتاعة الكانسر ده. يبقى ده definition وده الايتيولوجي. نيجي بقى للباثولوجي. الباثولوجي ده بينقسم لجروس ومايكروسكوبي وجريدنج وسبريد. الجروس اللي هو شكل الكانسر ده ايه، زي ما خدته في الباثولوجي وقتلتوها بحثا ulcer بيريز inverted edges ما عرفش ايه شكله ايه، واذا كانت في نوديول واذا كانت في بابيول وفلاشي ماس وارياز اوف هيمرج اند كروس. هو ده، هو ده الجراف اللي هنقوله في كله. طيب الميكروسكوبي على حسب السيلز اللي بتكون هذا الاورجن. اندوميتريوم يعني جلانز يبقى ادينوكارسينوما. لو هنيجي نتكلم على سيرفكس ده اكتو سيرفكس ستراتيفايد سكويمس يبقى هيبقى سكويمس ابيثيلي. لو اندو سيرفكس كولامنر سيلز يبقى هيبقى ادينوكارسينوما. لو فاجينا دي ستراتيفايد سكويمس يبقى هنتكلم على ستراتيفايد سكويمس كارسينوما. مش عارف في فالفا دي ستراتيفايد بس كيراتينايز يبقى هنتكلم على كيراتينايز ستراتيفايد سكويمز. يعني على حسب الهيستولوجي او السيل اوف اوريجن بتاعه الاورجن ده، لان انا بتكلم على مايكروسكوب يعني تحت المايكروسكوب. بديفرنت ديجريز اوف ديفرنشيشن اللي هي الجريدنج، يبقى جراس ومايكروسكوبي وجريدنج. الجريدنج ده طبعا برضو ريليتد للمايكروسكوب عشان اعرف اذا كان البيهافير بتاع هذا الكانسر يعني جود هيديني جود بروجنوزس ولا البيهافير از فيري باد، فبالتالي ده باد بروجنوزس. يبقى هيديبند على الديجري اوف ديفرنشيشن اوف ذا سيلز. لو السيلز دي فيري ديفرنشيتد ومعظم السيلز اللي تحت الميكروسكوب انا شايفاها اكتر من 95% السيلز دي ديفرنشيتد، يبقى ده جريد 1 وليه جود بروجنوزس. يبقى less than 5% malignant undifferentiated cells او more than 95% differentiated cells. Grade 2 من 5 to 50% malignant undifferentiated cells وده intermediate prognosis. Grade 3 لا معظمهم undifferentiated cells لدرجة ان في انواع بيجي لك الريبورت بتاع الباثولوجي مش محدد لك دي adenocarcinoma ولا squamous cell carcinoma ولا ايه، يقول لك clear cell carcinoma. يعني ايه clear cell؟ يعني ما فيهاش اي حاجة جوه ان انا اقدر اقول لك حاجة. دي طبعا very bad prognosis لانه ما عارفش حتى يديفرنشيت او يقول لي السيل اوف اوريجن ايه. هبقى انا مش عارفه، طب انا واخداه مثلا من اليوترس، طب هل هو سيرفكس مثلا وراح لليوترس ولا ده اوفري ولا فالوبيان تيوب وجه يعني انت هتبقى مش فاهم هو جه منين، فبالتالي مش عارف تعمل المانجمنت ازاي. فده اللي هو جريد 3 اللي هو مور ذان 50% ممكن توصل لك ل 100% مالجنت اندفرنشيتد سيلز. طيب الباثولوجي جروس مايكروسكوبي جريدنج اللي هو جريد 1 ولا 2 ولا 3 على حسب الديجري اوف ديفرنشيشن وبالتالي بيديني البروجنوزس بتاعه. وبعدين السبريد، والسبريد زي ما انتم عارفين يا اما لوكال سبريد يعني بيروح للارياز السراوندنج السراوندنج ستراكشرز بالاناتومي اللي احنا عارفينه، ده اللوكال او الدايركت سبريد. ليمفاتيك سبريد للدريننج ليمف نودز، لو بتكلم على الاوبري هيروح للبارا اورتك، لو بتكلم على السيرفس هيروح للايليك، يعني على حسب الدريننج ليمف نودز بتاعه الاورجن اللي انا بتكلم عليه. يبقى عندي دايركت سبريد ليمفاتيك سبريد وبلاد سبريد اللي هو الديستنت لانج وليفر وبرين وبون. فده الباثولوجي بتاعنا جروس ومايكروسكوبي وجريدنج وسبريد. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكتشر، الست دي هتيجي تشتكي من ايه؟ في سيمتومز وساينز وحاجه اسمها ستيجنج، لان انا بتكلم على كانسر. سيمتومز هي هتيجي تشتكي من ايه؟ على حسب الاورجن طبعا، يعني لو هي بتشتكي من سيرفكس ممكن حاجه اسمها كونتاكت بليدنج اللي هو بليدنج اون تاتش. لو هي اندوميتريوم هتشتكي من بليدنج ريجولر بليدنج، يعني على حسب الاورجن ده ايه؟ سيمتومز سيمتومز. وطبعا ممكن تشتكي من سيمتومز اوف ميتاتاسيس لو كان بقى الستيجنج بتاعها متقدم، فده سيمتومز. ساينز زي ما احنا عارفين الساينز بتبقى جنرال وابدومينال ولوكال بي في او باي مانوال.
جنرال ممكن يبقى عندها وانا بعملها جنرال اكزامينيشن الاقي في الكاوز ليمف نودز موجوده عشان الكانسر بقى سبريدد قوي، الاقي مثلا عندها جوندس عشان افكشن للليفر، الاقي عندها مثلا حاجه في اللنجز وانا بسمع لها اللنجز بتاعتها، يعني الاقي عندها كاشيكسيا ان جنرال، يعني جنرال اكزامينيشن. ابدومينال لو عندي اسايتس او اللارج يوترس هحسه فوق السيمفيز سبيس، فده جنرال. وابدومينال لوكال بي في اكزامينيشن اشوف اذا كان اليوترس اللارج الانكسا اللارج الحاجات دي. فده بالنسبه للسيمتومز سوري الكلينيكال بيكتشرز والسيمتوم ساينز. الساينز في جنرال وابدومينال وبي في يعني بعمل اكزامينيشن. الستيجنج بقى اللي هو الحاجه اللي بنزودها في الكلينيكال بيكتشر. ستيجنج عندنا اربع ستيجز لاي كانسر. في ستيج 0 اللي هي بالظبط كده كارسينوما انسايت اللي هي البري مالجنانت ليجنز، يعني ممكن نزود ستيج 0. ستيج 0 هحط لكم هنا ستيج 0 اللي هي البري مالجنانت ليجنز او الكارسينوما انسايت اللي هي البري مالجنانت، ده لو حطينا ستيج 0. لكن في لو انا ما بتكلمش على البري مالجنانت ليجنز يبقى هبتدي من ستيج 1 اللي هو في كانسر انفيجن، سواء كان الانفيجن ده لوكالي كونفايند للاورجن بس بتاعه يبقى ده ستيج 1. يوترس يبقى كونفايند للسيرفيس يبقى كونفايند للسيرفيس، اوفرز يبقى كونفايند للاوفرز، ده ستيج 1 اللي هو لسه في الاورجن ان كويستشن اللي انا بتكلم عليه، ده ستيج 1. ستيج 2 في لوكال سبريد، في شويه لوكال سبريد نتيجه للدايركت سبريد اللي حصل. ستيج 2 لوكال سبريد. ستيج 3 مور لوكال سبريد بلس ليمف نودز. ستيج 4 ديستنس سبريد. فده الستيجنج بتاع كل الكانسر. ستيج 1 اللي هو كونفايند للاورجن، ستيج 2 لوكال سبريد، ستيج 3 مور لوكال سبريد اند ليمف نودز، وستيج 4 ده ديستنس سبريد. فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمبتوم ساين ستيج. انفستيجيشنز ليا ثلاثه اهداف من الانفستيجيشن اللي انا بعملها للعيانه. بتكتب لها لسه انفستيجيشن اي قد كده لازم ابقى فاهمه بكتبها دي ليه. يعني ما ينفعش ان انا اكتب للعيانه مثلا ام ار اي وسي تي وتشيس اكس راي وبتاع وكده لان كلهم ده الام بتاعهم تو ديتكت سبريد. طب فين الكونفرميشن اوف ذا دايجنوزس؟ طب فين الاسسمنت اوف بيشنت فور سيرجري؟ فلازم يبقى الثلاثه ايمز دول في بالي واعمل لها انفستيجيشن في كل كاتيجوري منهم. انفستيجيشن تو كونفيرم الدايجنوزس اللي انا عندي ديفرنشال دايجنوزس فيه من الاكزامينشن والسيمبتومز بتاعت العيانه. فانفستيجيشنز اول حاجه تو كونفيرم الدايجنوزس بتاعي. انفستيجيشن تو ديتكت اذا كان في ميتاستاسيس ولا لا لللنجز للليفر للبرين للبونز لكده فاديتكت ميتاستاسيس. وانفستيجيشنز تو اسس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرش. اعمل لها بقى ليفر فانكشنز كيدني فانكشنز سي بي سي اي سي جي يعني عشان اعرف اذا كانت دي ينفع تخش العمليات ولا ما ينفعش تخش العمليات. يبقى ده الانفستيجيشنز اللي بعمل الايمز اوف ذا انفستيجيشن تو كونفيرم الدايجنوزس تو ديتكت سبريد او ميتاستاسيس وتو اسس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرش. ده الاهداف اللي انا بعملها عشان الانفستيجيشن بتاعتي. فلازم ابقى عارفه انا بكتب ليست الانفستيجيشن وش وظهر دي عشان ايه. فطبعا لو عملت لها هرمونال بروفايل ملهاش اي علاقه بالموضوع. ما هو يلا وسط الانفستيجيشن بقى واف اس اتش ولا اتش واس يا جماعه في ايه؟ ما احنا لازم كل حاجه يبقى لها هدف. اه هتطلب منها العينه ليه؟ عشان ايه؟ هتفيدك بايه؟ عشان بيجي لك في الام سي كيو ليست انفستيجيشنز كده. اه ما كلهم ينفعوا ايوه بس انت عايز تعمل ايه للعينه؟ فعشان كده مهم تبقى عارف كل الانفستيجيشن اللي انت كاتبها دي كل واحده هدفها ايه او انت هتطلع منها بايه عشان يخدم المانجمنت بتاع البيشن. نيجي بعد كده للتريتمنت ان جنرال كجنرال ايديا او جنرال سكيم لاي تيومر لو هو فيري ايرلي ستيج 1 لسه بدري عليه فبعمل لها سيرجري عشان ده انا ممكن اشيل التيومر وخلاص والعيانه تبقى هيلد وكيورد 100%. لو هو لا ده في سبريد سواء كان لوكال سبريد زي ستيج 2 او مور لوكال وليمف نود زي ستيج 3 لا يبقى كده غالبا بجو فور راديو ثيرابي. طب لو هي لا ستيج 4 وكمان في ديس نتاس بقى في كل حته بالياتيف تريتمنت اللي هو راديو ثيرابي على بين مانجمنت على حاجات كده. فده بالنسبه للسكيم بتاع الكانسر. في سؤال في السكيم جنرال سكيم بتاع الكانسر طب نيجي نطبقه بقى. نيجي نطبق هذا السكيم. اندوميتريا كارسينوم هنتكلم اليوترس طبعا فيه مايوميتريم واندوميتريم. المايوميتريم ده اللي هو الساركوما اللي هو اللي اتكلمنا عليه الكلمتين اللي قلناهم في الفايبرويد نو فيري رير فيري اكستريملي رير ان الفايبرويد ده يترن لساركوما كويس فده اكستريملي رير يعني مش بنتكلم عليه الا لو حصل ايه ان هو هيترن تو ساركوما. امتى اقول الفايبرويد ده ممكن يديني ساركوما؟ لو حصل بليدنج امتى؟ ما هو طبيعي الفايبرويد بيبريزنت باي بليدنج، بليدنج امتى؟ بالظبط كده لو هي منوبوزل وحصل لها بليدنج فاشك في ساركوما او رابيد جراس افتر ريموفل او جراس افتر منوبوز هم دول بس. فمش مطلوب منك في الساركوما انك تعرف اكتر من كده. يعني ساركوما عشان كده جبت لكم سي فايبرويد
فيري رير ان هو يتحول، وامتى يتحول لو حصل حاجه من دول اللي هو رابيد بلاس افتر ريموفل وحصل لها بوست منوبوزال بليدنج يعني بريزنتد بوست منوبوزال ورابيد ريكيرنس افتر ريموفل. هي دي الحاجات اللي انت بتبقى تشك ان هو ابتدى يتحول لساركوما، وهو اكستريملي رير. والمايتوتيك فيجرز فيه هتبقى قد ايه؟ اكتر من 10. اكتر من 10 لان البناين بتبقى المايتوتيك فيجرز فينا بتبقى لحد 10 او اقل من 10، لكن المالجنانت بتبقى اكتر من 10. فده بالنسبه ليه الساركوما عشان نخلص منها. وطبعا الكوليوكارسينوما دي احنا قطعناها بحث واتكلمنا عليها في الفيزيكولار مول، فدي برده هتسي الفيزيكولار مول بتاعنا. فدول الحاجتين بتوعنا اللي هو الساركوما والكارسينوما. طب ده ايه؟ ده عشان المايوميتريم. طب الاندوميتريم بقى، لان احنا بنتكلم على التراين كانسر، ايه الاندوميتريم؟ هو ده الاساسي بتاعنا. فده هيبقى ديفينيشن تيومر ارايزنج منين؟ الاندوميتريال كارسينوما اندوميتريال جلاند. ما هو تيومر ارايزنج ديفينيشن تيومر ارايزنج فروم اندوميتريال جلاند. تفتكروا هو كومن ولا مش كومن؟ فيري كومن. ده الموست كومن، عشان كده هنا بيه الموست كومن. الموست كومن تيومر في الفيميل جينيتال تراك هو الاندوميتريال كارسينوما. طب الموست كومن تيومر في الجينيتال اورجنز، فيميل جينيتال اورجنز بالظبط كده. احنا عشان بقول لك جينيتال تراك، جينيتال تراك اللي هو يوترس بسيرفكس بفاجينال فالف اوفريز القصه دي، هو الاندوميتريوم. لكن لو هندخل فيه، لان البريست از كونسيدر ايه جينيتال اورجن خلاص في الفيميلز، فلو هندخل معاه البريست، لا طبعا البريست نمبر 1، بس عشان البريست انتوا بتاخدوه في الجراحه فعشان كده ما بنتكلمش عليه، فبنتكلم على الجينيتال تراك. عشان كده كاتبين ان هو الكومنس اوف ذا فيميل جينيتال تراك، الكومنس تو في الفيميل جينيتال تراك. ومن رحمه ربنا كمان ان هو بس بروجنوز، هو بس بروجنوز. فدي حاجه كويسه ان الكومنست هو اللي ليه بس بروجنوز. فده بالنسبه للديفينيشن بتاعه الاندوميتريال كارسينوما، اتس تيومر ارايزنج فروم اندوميتريال جلاندز كويس، وهو كانسنس يعني هو الكومنست في الفيميل جينيتال تراك والكاريز بس بروجنوز. ايه الايتيولوجي؟ تفتكروا ايه اللي يخلي واحده ست يجي لها او تبقى بريديسبوز باندوميتريال كارسينوما؟ استروجين بالظبط كده، ان اوبوزد استروجين، هو ده الكي وورد بتاعي، استروجين او اكسسيف استروجين او ان اوبوزد استروجين. مين الكونديشنز اللي احنا عرفناها واحنا بنتكلم في الجاينيكولوجي لحد دلوقتي ممكن يبقى عندهم ان اوبوزد استروجين؟ النالي بار، البي سي او بالظبط كده، بي سي او دي معلومه ان اوفيليشن، فان اوبوزد استروجين على طول هي استروجينك ستيت. ايرلي منارك، ايرلي منارك، ايرلي منارك وليت منوبوز، لان الديوريشن تو اكسبوجر تو استروجين بتبقى اعلى. ايرلي منارك وليت منوبوز، البي سي او. ها ايه كمان؟ النالي جراف يا فندم. الاوبيز، لان الاوبيز دول بيبقى عندهم الفات بيحول لي الاندروستين دايون لاسترون، فهيبقى عندهم ريلاتيفلي هاير برضو اماونت اوف استروجين او استرادايون في جسمهم. ايه تاني؟ فانتم لو بتاخدي بتاخد اي ار تي او استروجين بليزما او اتش ار تي هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ايه كمان؟ لو ما بتردعش مثلا. بس هو الحمل في حد ذاته بروتكتيف ولا نون بروتكتيف للاندوميتريال كارسينوما؟ بروتكتيف، لان فتره البريجننسي كلها بيبقى البروجستيرون هو اللي بيدومينيت، فبالتالي ده هو اوبوزد استروجين. برده فتره الرضاعه بيبقى اوبوزد استروجين، برولاكتين بينهبت الاستروجين. فكل ده عشان نبقى احنا فاهمين مين لما يجي لك مثلا الكيس وحاطط لك فيها كذا حاجه عمال يوصف الست دي، انت تشوف اذا كانت الفاكتور اللي عمال يوصفها اوبيز، هيستوري اوف بي سي او، انوفيلاتري، مش عارف انفيرتيلتي دي تو انوفيليشن، حاجات زي كده، تبقى عارف ان هي كل دول ريسك فاكتورز. لكن لو قال لك انها مالتي بارا وقعدت ولد ست مرات ورضعت معرفش ايه المرات دي وكلام من ده، لا دي كده بروتكتد بروتكتد بروتكتد. طب السموكينج اخباره ايه؟ السموكينج بيقلل الاستروجين، فبالتالي يبقى هو مش هيبقى بريديسبوزنج فاكتور. يعني لو قال لك سموكر، لا ده مش بريديسبوزنج فاكتور لان السموكينج بيقلل الاستروجين. بس حاجه لها لان كانسر يعني مش انها حلو يعني. فالسموكينج بيقلل الاستروجين فبالتالي بروتكتد. لا السموكينج مش بريديسبوز البي سي او، احنا هناخد السموكينج بعد كده مع الكانسر سيرفيس بيزود الانسنس اوف كانسر سيرفيس، بس عشان نبقى عارفين السموكينج. لانه مثلا هناخد البي في البي اي اتش، السموكينج ده بروتكتيف برضو اجانس بي اي اتش، فيعني السموكينج ليه شويه حاجات كده. بس اهم حاجه ان السموكينج بيقلل الاسترادايول، فلو انا بتكلم على حاجه ريليتد للاستروجين لا يبقى هو ده بروتكتيف، مش هيبقى ان هو حاجه بتزود. طب في حاجه ثانيه اسمها تاموكسيفين، سمعتوا عن التاموكسيفين يا دكاتره؟ الناس اللي اخذوا جراحه، ايه التاموكسيفين ده؟ بيتاخد كيموثيرابي للبريست كانسر. ليه؟ لان هو انتي استروجينيك على البريست، بس هو ليه استروجينيك ايفكت على الاندوميتري. فلازم نبقى واخدين بالنا، يعني الست اللي هي اتعالجت من كانسر بريست وبتتابع معاهم في الجراحه وبيدوها كيموثيرابي ان ذا فورم اوف تاموكسيفين، على طول بيقولوا لها بس تابعي في النساء، لان هو صحيح انتي استروجين على البريست بس استروجينيك على اليوترس،
فنبقى قلقانين من الستات اللي بياخدوا تاموكسيفين حتى من غير ما يجيلها اي سيمتومز ولا بليدنج ولا اي حاجه، على طول بتجيلنا عشان نعمل لها تي في اس ترانس فاجينال سونوجرافي ونشوف الاندوميتريال تيكنس بتاعها، عشان اول لو ما نلاقيه ان هو بقى زياده ابنورمالي زياده يبقى على طول بنحاول نشوف اذا كانت هي فعلا عندها او بريديسبوز لكانسر اندوميتريوم ولا لا، وهنشوف هيبقى الكونفيرماتوري انفستيجيشن. فدول بس البريديسبوزنج فاكتورز عشان نبقى متخيلين، يعني هو هايبر استروجينيك ستيت او ان اوبوزد استروجين، زي مثلا ايرلي منارك ليت منوبوز النالي جرافيدا الاوبيز اللي بتاخد تاموكسيفين اللي ماشيه على اي ار تي، يعني كل دول بريديسبوزنج فاكتورز لان كل دول بيعملوا لها هايبر استروجينيك ستيت. طب هل في بري مالجنانت ليجنز؟ في حاجه اسمها اندوميتريال هايبربليزيا، اندوميتريال هايبربليزيا، ومن كلمه هايبربليزيا ان هو اكسسيف بروليفريشن، يعني الاول ممكن يبقى عندنا بروليفريتيف اندوميتريوم وده الايفكت بتاع انهي هرمون؟ استروجين، وممكن كمان يزيد قوي الاستروجين يعمل لنا اندوميتريال هايبربليزيا، وممكن هذه الاندوميتريال هايبربليزيا يعني اكسسيف بروليفريشن بس ويزاوت انفيجن اوف ذا بيزمنت ممبرين، يعني لسه ما عنديش انفيجن ما عنديش كانسر، يعني كانها لو هنتكلم كارسينوما ان سايتو، يعني لو هنتكلم بديجريز اوف كانسر لا دي من غير انفيجن للبيزمنت ممبرين، دي مجرد اندوميتريال اكسسيف اندوميتريال بروليفريشن، فمش بقول عليها بروليفريتيف اندوميتريوم، بقول عليها هايبر بلاستيك اندوميتريوم او اندوميتريال هايبربليزيا، ودي طبعا ايفكت بتاع الاستروجين. ممكن هذه الاندوميتريال هايبربليزيا تبقى سيمبل هايبربليزيا يعني اكسسيف بروليفريشن بس ريتينينج كل الفيتشرز بتاعه الاستراكشر والسيلز بتاعه الاندوميتريال جلانس تبقى سيمبل هايبربليزيا، وممكن يبقى معاها اتيبيا يعني ممكن بعض السيلز تبقى اتيبيكال سيلز مش شبه الاوريجينال سيلز، وممكن تبقى حاجه اسمها كومبلكس يعني كمان الستراتيفيكيشن بتاعتها ديفرنت مش سيمبل مش الستراتيفيكيشن بتاعتها نورمال زي النورمال تيشو، وممكن هذه الكومبلكس تبقى معاها اتيبيا، يعني دول ديفرنت ديجريز. الاندوميتريال هايبربليزيا ممكن تبقى سيمبل هايبربليزيا كومبلكس هايبربليزيا سيمبل هايبربليزيا ويز اتيبيا وكومبلكس هايبربليزيا ويز اتيبيا. فدايما ريبورت الباثولوجي لو انت كحت العيانه وبعت له بتقول له انا شاكك ان عندي اندوميتريال كارسينوما يقول لك لا ما تقلقش دي مش عشان هي جالها بليدنج او ابنورمال بليدنج وعملت لها الترا ساوند لقيت الاندوميتريال ثيكنس بتاعها تخين فرحت واخد منها اندوميتريال بايوبسي وبعتها تتحلل عشان تعرف هي ايه، فيجي ريبورت يقول لك دي بروليفريتيف اندوميتريوم. معناها ايه كلمه بروليفريتيف اندوميتريوم؟ اكسسيف افكت اوف استروجين. لو انت عايز تعمل لها مانجمنت العينه اللي هو جالك الريبورت بتاعها بروليفريتيف اندوميتريوم تحب تعمل لها ايه؟ اديها انتي اسرع اللي هو بروجستيرون بالظبط، مش ممكن اديها اندروجين هديها بروجستيرون لان هو ده اللي بيأوبوز، فبالتالي البروليفريتيف اندوميتريوم وده بيكون موجود في الانوفيلاتري سايكلز لو هي انوفيليشن، وهناخد الكلام ده في الاي يو بي والدي يو بي على طول مش المحاضره الجايه اللي بعدها. فلو هي كانت بروليفريتيف اندوميتريوم ديو تو انوفيليشن خلاص يبقى انت كده ميديكال تريتمنت يا مدام، انت مش محتاجه اعمل لك جراحه تاني خالص، انت بس مجرد ان احنا عندنا استروجين زياده فهناخد بروجستيرون يوبوز الاستروجين كتير لا. طب طلع اندوميتريال هايبربليزيا، ايوه انهي نوع؟ سيمبل هايبربليزيا. هنا لازم تبقى عارف البرسنتج، تبقى عارف بس سيمبل هايبربليزيا ده الانسنس تو تيرن مالجنت للاندوميتريال كارسينوما ده 1%، كومبلكس هايبربليزيا الانسنس تو تيرن مالجنت بتاعنا ده 3%، سيمبل هايبربليزيا ومعاه اتيبيا ده 9%، كومبلكس هايبربليزيا ومعاه اتيبيا ده 29%، فهو دول الانسنس بتاعتنا، يعني السيمبل اقلهم ده 1% والكومبلكس ويزاوت اتيبيا ده 3%، لكن لو دخلنا بقى اتيبيا هيعلى الانسنس تو تيرن مالجنت طبعا، في السيمبل هايبربليزيا هيبقى 9% وفي الكومبلكس هايبربليزيا هيبقى 29%. تبقى انت مايندد في التريتمنت بالحاجات دي، بمعنى لو انت فحصت العيانه عشان هي عندها ابنورمال يوتراين بليدنج وبعت الباثولوجي بتاعها ورجع لك الريبورت بتاع الباثولوجي بتاعها بيقول لك سيمبل هايبربليزيا ويزاوت اتيبيا وعيانتك دي عندها 32 سنه ولسه متجوزه، هتعمل لها ايه؟ فولو اب بس؟ فولو اب بس؟ يعني ارجعي لي يا مدام كل وات ايفر عشان افولو اب معاكي بدول نقط ده نقط كومبليت يعني فولو اب جاست فولو اب، انك انت هتقول لها كلمه فولو اب يعني انت هتمشي العيانه وتقول لها ارجعي لي مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور عشان اعمل لك فولو اب مثلا تي في اس ترانس فاجينال سونوجرافي عشان اشوف ايه الاندوميتريال ثيكنس مثلا، هل ده اللي انتوا عايزين تعملوه مع العيانه؟ ولازم اديها بروجستيرون طبعا، ده هاي دوزز اوف بروجستيرون كمان لان هي مش بس بروليفريتيف ولا يعني دي هايبر بلاستيك سيمبل هايبربليزيا يعني ايه ستور مالينت 1%. طب ما هو في انسنس ايوه بس ما انت بتويل بنت في ريسك ريشيو بقى، بس هي لسه متجوزه وما عندهاش عيال والحقي بسرعه اتجوزي لان
تقدري احملي لان الحمل ده هيبقى بروتكتيف لان ده هيبقى بروجستيرون بقى مش كده ولا ايه؟ فالحقي بسرعه احملي وانا عماله اعمل معاكي برده فولو اب عشان نشوف الاندوميتريال تيكنس بس وايل انا بديلها ده هقولها بس قبل ما ده يحصل حمل هتيجي كورس مثلا مكثف لبروجستيرون لمده 3 شهور عشان اعمل اتروفي او يعني اقدر ان انا احجم شويه الهايبربليزيا اللي موجوده عندي. طب افرض عيانتك دي ال 32 سنه اللي عندها سيمبل هايبربليزيا كان عندها 5 عيال ومركبه اي دي ممكن جاستيفايد ان انا اكونسل هير فور هيستريكتومي لان عندنا انسنس تيرمالينت 1%. طب ما انت لسه قايله الانسنس ده قليل. ايوه بس مع عيانه لسه متجوزه وعايزه عيال، لكن مع عيانه ثانيه ماشيه على كونتراسبشن وعندها 5 عيال يبقى ممكن قوي ان انا اتكلم معاها لو مش هتقدر ان هي تجيلي دايما فور فولو اب وتاخد الميديكيشن اللي انا بديها لها وتاخد البروجستيرون بهاي دوزز والكلام ده يبقى ممكن نجو فور هيستريكتومي عشان ما يبقاش حتى ال 1% ده عامل وري ليا وللعيانه مش كده ولا ايه؟ فعشان كده لازم الانسنس ده نبقى عارفينه ومقدرين حجم الريسك اللي انا باخده. هل هو 1% لانها فيها سيمبل هايبربليزيا وذات اتيبيا ولا 9% لانها سيمبل هايبربليزيا بس وذ اتيبيا ولا اذا كانت هي كومبلكس وذات اتيبيا اللي هو 3% ولا كومبلكس وذ اتيبيا اللي هو 30%. يعني انتم متخيلين ازاي؟ يعني ثلثهم اللي عندهم كومبلكس هايبربليزيا ومعاه اتيبيا دول هيتحولوا لماليجنس، فده ريسك عالي جدا. فلو انا حسيب اليوترس ده لازم يبقى يعني فيري كلوز فولو اب وتبقى العيانه عارفه وكلام من ده واي اندوميتريال تيكنس يدخل او لو حصل لها بليدنج وانا بديها البروجستيرون لان المفروض ان انا وانا بديها بروجستيرون يحصل اتروفي فما يحصلش بليدنج. يعني لو لقيتها جايه بتقول لي ده انا باخد البروجستيرون زي ما انت بتقولي بالظبط وكل 12 ساعه او مش عارف ايه برده بيحصل لي بليدنج خلاص يا مدام مش هينفع انا اكمل كونزرفتيف لازم هنشيل اليوترس. طب انا عايزه عيال. ايوه بس حياتك اهم. يعني فاهمين ازاي لازم نبقى مقدرين الريسك اللي احنا بنتعامل معاه. تاني بقى احنا بنتكلم على اندوميتريال كارسينوما وقلنا ان ده arising from the endometrial gland which is the commonest tumor of the female genital tract where carries the best prognosis. ال predisposing factor بتاعتنا هايبر استروجينيك ستيت، اي عيانه عندها هايبر استروجينيك ستيت، والبري مالينجنت ليجن بتاعتنا اندوميتريال هايبربليزيا. الاندوميتريال هايبربليزيا ده ليه تايبس؟ الاندوميتريال هايبربليزيا سمبل هايبربليزيا كومبلكس هايبربليزيا وسمبل وذ اتيبيا وكومبلكس وذ اتيبيا. فهم دول البريديسبوزنج فاكتور او البري مالينجنت ليجن سوري بتاعتها الاربعه بري مالينجنت ليجنز بالديفرنت انسنس تور المالينجنت بتاعت كل واحده فيه. في نشاط في الخلايا، في خلايا بتتكاثر وفي نشاط في الخلايا. لو هي هايبربليزيا بنقول لها ده نشاط حميد في الخلايا ما ده بس ممكن لا قدر الله يقلب بحاجه وحشه بنسبه 1% بنسبه 3% بنسبه كذا. فيعني ده اللي انا بقول للعيانه لان هو في نشاط في الخلايا سواء كان نشاط حميد لانها اندوميتريال هايبربليزيا او في وكلهم كل الاندوميتريال هايبربليزيا ده نشاط حميد بس ممكن يقلب باندوميتريال كارسينوما بانسنس قد ايه؟ باللي احنا بنقوله ده 1 ولا 3 ولا 9 ولا 19. فده اللي احنا بنقوله للبيشنت. ففي عيانين تقول لك ايه لا بس انا عايزه الرحم. ايوه بس انت متخيله قد ايه لازم تاخدي بقى العلاج بتاعك وتيجي تعملي فولو اب ومتابعه معانا عشان لو في اي وقت لقينا ان هو مفيش استجابه للعلاج اللي احنا بناخده يبقى ساعتها هنضطر ان احنا نشيل الرحم. فده اللي احنا بنكونسل البيشنت ونقول للبيشنت لان هو لازم نبقى احنا فاهمين عشان نقدر نفهم العيانه. ما انت لو مش فاهم هو يعني ايه اندوميتريال هايبربليزيا وبتكونسيدر ات از اف ات از كانسر مش هتعرف تفهم العيانه صح. ما انت لازم تبقى عارف برده ان هي بري مالجنت ليجن. ات از نوت ا مالجنت ليجن ات از ا بري مالجنت ليجن. ايوه ليها ريسك تو تيرم مالجنسي؟ ليها طبعا ريسك تو تيرم مالجنس. قد ايه؟ 1% ولا 3% ولا 9% ولا 29% على حسب كل تايب اوف بري مالجنت ليجن او الاندوميتريال هايبربليزيا اللي احنا بنتكلم عليه. بس مهم انها في دماغك ما تترجمش الكارسينوما لان انا بلاقي كتير قوي احنا بنيجي نحل بقى كيسز وكده. طب ما هي ممكن تموت ما ممكن يجي لها مش عارف ايه. يا جماعه هي بري مالجنت ليجن بري زي من اسمها بري مالجنت هي مش مالجنت هي ممكن تتر مالجنت بانسنس واضح مش 100% انسنس واضح ومش تنام وتقوم تلاقي عندها لا يبقى في سيمتومز بتظهر وده اللي مخلي الاندوميتريال كارسينوما وان اوف ذا بيست تيومرز. ليه؟ لان هو فيري ايرلي ساين ان هو او سيمتوم البليدنج وده بيجي الايدج بتاعنا بتاع الاندوميتريال كارسينوما اكتر في الستينات. فلو واحده جالها بليدنج وهي عندها 60 سنه ده فيري الارمنج طبعا غير لو واحده في تشايلد بيرنج بيريد الريجولر سايكلز. فهو الايدج بتاعه ده بيجي في البوست منوبوزل بيجي في البوست منوبوزل يعني بيجي في الستينات اخر الخمسينات الستينات بيجي الستينات اللي هو تكون فعلا منوبوزل. فعشان كده لما نيجي نتكلم على سيمتومز هنقول بوست منوبوزل بليدنج مش هنقول تاني اي نوع من البليدنج التاني مش منوراجيا ولا ميكروراجيا ولا كلام من ده هو بوست منوبوزل بليدنج فهو الارمنج ساين اصلا.
طب الاندوميتريال هايبرپلازيا هتيجي تشتكي من ايه؟ ها يعني الاندوميتريال كارسينوما بتيجي تشتكي من بوسمينوبوزال بلين. طب الاندوميتريال هايبرپلازيا ها الاندوميتريال هايبرپلازيا برضو بتيجي في اكتر في بوسمينوبوزال ايج، هتيجي تشتكي من ايه؟ بليدنج برضو، بليدنج برضو، بوست منوبوز بليدنج برضو. فعشان كده البريمالينج ليجن هنا حلوة يعني، يعني بتعبر عن نفسها، بتوضح نفسها بشدة، لأن هي سواء كان عندها بروليفريتيف اندوميتريم، لأن بروليفريتيف اندوميتريم هيأوفر بلو البلاد سبلاي بتاعه هينزل دم، فبتيجي ببوست منوبوز بليدنج. بس جالها منين الاستروجين؟ عشان عندها هايبر استروجينيك ستيت أو أنوبوز استروجين، تخينة أوبيز، بتاخد ار تي، حاجات كده. طيب بقت ستيج اعلى اندوميتريال هايبربلازيا، برضو الهايبربلازيا ده اكيد هتوفر جرو البلاد سبلاي، مش كده ولا ايه؟ فبرضو هتيجي معبره عن نفسها في صوره بوست منوبوزال بليدنج. طب الاندوميتريال كارسينوما برضو نفس القصه، لان هي مور اند مور جراف ومور اند مور بروليفريشن، مور اند مور هايبربلازيا. اوكي، فهم كلهم سواء بروليفريتيف او هايبربلاستيك او كارسينوما بيجوا ببوست منوبوزال بليدنج، اللي هي very early very early diagnosis، لان هي هتجيلك بالسيمبتومز دي very early. هي alarming sign بالنسبه لها، هي منوبوزر بقى لها مش عارف قد ايه، ايه اللي خلى ينزل عليها دم؟ ده على طول مع اي نقطه دم بتجيلك على طول. طب انت تقلق لو هي منوبوزر بقى لها سنه؟ يعني مثلا عندي تو سيناريوز هقول لكم. سيناريو 1، سيناريو نمبر 1 هي منوبوزر بقى لها سنه وجايه لك باتاك اوف هيفي بليدنج، بوست منوبوزر بليدنج وسيفير سيفير اتاك، يعني بالنسبه لها لا ده كتير قوي، انا غيرت بتاع 5 6 في اليوم. واحده ثانيه سيناريو نمبر 2، واحده بقى لها 20 سنه منوبوزل، 20 سنه منوبوزل وجايه لها بوست منوبوزل سبوتنج، نزل عليها نقطتين دم كده واترفعوا. انهي عيانه تقلقك اكتر؟ الثانيه. انت مش الاماونت اوف بليدنج هو اللي مهم بالنسبه لك، هو مهم الديوريشن اوف منوبوز قد ايه. دي بقى لها 20 سنه ما شافتش ريحه الاستروجين، جالها منين دلوقتي؟ ده اكيد في ابنورمال بيهيفير للسلس. لكن اللي هي بقى لها سنه واحده يعني اكسبتبل شويه انه يبقى فيه تشينجز في الهرمونز او كده يعني ماشي. فكل ما تبقى الديوريشن اوف منوبوز بعدت كل ما انت تقلق اكتر. طب تاني يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على الايتيولوجي بتاع الاندوميتريال كارسينوما. قلنا الايتيولوجي ده بريديسبوزنج فاكتورز. ها ايه البريديسبوزنج فاكتورز؟ انوبوز استروجين، هايبر استروجينيك ستيت. يبقى الكانسر ده هرمون ديبندنت ولا نان هرمون ديبندنت؟ ها هرمون ديبندنت ولا نان هرمون ديبندنت؟ هرمون ديبندنت طبعا، هرمون ديبندنت، هرمون ديبندنت. فبالتالي في التريتمنت لما تيجي تعمل اندوميتريال تريتمنت الاندوميتريال كارسينوما سيرجيكال، هتشيل الاوفرز ولا هتسيبهم؟ هي اصلا بوست منوبوز، بس انا قصدي هو هرمون ديبندنت فلازم اشيل، لازم اشيل طالما هو هرمون ديبندنت. وعشان كده برضو في المانجمنت ممكن يبقى التريتمنت بتاعه هاي دوزز اوف بروجستيرون، لان هو هرمون ديبندنت برضه. فدي ميزه انك تبقى عارف الكانسر بتاعك ده هرمون ديبندنت ولا لا. زي مثلا المره الجايه لما هناخد في السيرفايكال كانسر، لا ده نان هرمون ديبندنت، ملوش دعوه خالص بالهرمونات خالص، ملوش دعوه بالاستروجين، فولا هديه تريتمنت بروجستيرون. وكمان لما اجي اشيل اليوترس مش شرط اشيل الاوفريز، لان هو نان هرمون ديبندنت. فمهم ان انت تبقى عارف الكانسر اللي انت بتتعامل معاه. يبقى اندوميتريال كارسينوما ده بريسبوزنج فاكتور هايبر استروجينيك ستيت او ان اوبوزد استروجين، فهو ده هرمون ديبند. طب ليه بري مالجنت ليجنز ولا ملهوش؟ ليه؟ ايه هما؟ الاندوميتريال هايبربلازيا بالديفرنت بقى تايبس بتاعتها، سواء سمبل هايبربلازيا، كومبلكس هايبربلازيا، سمبل هايبربلازيا وذ اتيبيا او كومبلكس هايبربلازيا وذ اتيبيا، هما دول البري مالجنت ليجنز بتاعه. طب ايه الباثولوجي؟ باثولوجي اوف اندوميتريال جراس. هتبقى انت هتشوف ايه؟ يعني الشكل بتاعنا لو انت بتعمل عمليه وفتحت اليوترس، لو انت بتعمل عمليه وفتحت اليوترس ده المنظر. ممكن تلاقي ناس وهي غالبا كده ما بيبقاش السر، الالسر بيبقى موجود اكتر في السيرفكس وفي الساتيفايس كوبس اكسيريم بتاع الاكتو سيرفكس، لكن اكتر في الاندوميتريال كارسينوما بتبقى فلاشي ماس وذ اريا اوف هيمرج اند نكروز، بتبقى ماس كده فلاشي بوليب او بوليبويدال ماس، وممكن تبقى اوكيباين حته بوليب او تبقى ديفيوز ثيكنس اوف ذا هول اندوميتريا، كل الاندوميتريا سواء في الفاندس في الـ في الـ في الانتيريور في الفصيل وول كله ديفيوز ثيكنينج اوف ذا اندوميتريا، او تبقى بوليب مثلا ارايزنج من اللاترال وول من الفاندس، من يعني ممكن تبقى بوليب او ممكن تبقى ديفيوز ثيكنينج في كل ذا هول اندوميتريا. فده الجراس، ده الشكل الجراس لو انت بصيت عليه جراسلي. طب مايكروسكوبيكالي هشوف ايه؟ لو انا بصيت خدت بقى الماس دي بايوبسي كويس وبعتها تتحل.
يحلل. دكتور الباثولوجي هيقول لي ايه، شايف ايه تحت الميكروسكوب، ايه نوع السلز اللي هو شافها كانس. فبالتالي اسمها ايه؟ كانسر الادينوكارسينوم. ادينوكارسينوم لان هي كانسر ارايزنج فروم ذا جلاند اللي هي ادينوكارسينوم. فالموست كومن ان انا اشوف ادينوكارسينوم او دكتور باثولوجي يشوف ادينوكارسينوم. ممكن يبقى في سكويمس ميتابليزيا في بعض الاماكن فبنسميها، بس بنعين سكويمس ميتابليزيا بنسميها ادينو اكانسوما وده لاس كومن. او تبقى ادينو سكويمس كارسينوما، يعني الادينو كارسينوما دي مالجننت والسكويمس كارسينوما برده مالجننت فبنسميها ادينو سكويمس كارسينوما. او تبقى توتالي اندفرينشيتد هو مش شايف فيها حاجه خالص، كلير سيلز. كلير سيلز ده هو مش هيبقى شايف اساسا هو ايه. وكلمه كلير سيل دي هتلاقوها احنا بنقولها برده في السيرفكس وفي الفاجينا وفي البروستات وفي كل حته، لان هو اندفرينشيتد سيلز فبيقول عليها كلير سيلز، يعني سيلز كده كلير ما فيهاش اي حاجه جوه تخليه يعرف الاوريجين بتاعها. فالمايكروسكوبيك بيكتشر ادينو كارسينوما which is the most common بيكتشر اللي بنشوفها ادينو كارسينوما. ممكن تبقى ادينو اكانسوما، ممكن تبقى ادينو سكويمس كارسينوما، ممكن تبقى كابيلاري او كلير سيل كارسينوما، ودول بيكاري الورس بروجنوز. ده المايكروسكوب. طب الجريدنج يا دكاتره بتاعه الاندوميتريال كارسينوما، ها جريد 1 لا هتقولوا لي ما هو مش عشان هي بتتكرر خلاص الستيم. ايوه يعني ايه بارسكين ده عشان تحفظوه يبقى بالنسبه لكم ميه وعادي وتبقوا فرحانين لما يجي لكم. لو جالكم سؤال لونج طبعا ما بيجيش سؤال لونج كده، فلازم تبقوا انتوا عارفينه اللي هو ايه بقى الجريدنج. جريد 1 لازم 5% مالين عندي فيتشرز بتاعه البروجنوز بتاعه بيست بروجنوز. جريد 2 5-50% مالين عندي فيتشرز بتاعه البروجنوز انترميديت. جريد 3 more than 50% malignant undifferentiated cells will prognosis worse. طب هل في grade 4؟ ما فيش ده grading. فالgrading بيبقى السيلز اللي انا شايفاها فهو ما فيش، هو لحتى لو 100% malignant undifferentiated cells اسمه grade 3 خلاص اسمه grade 3. هو بس هو في الgrading بيقول لك كام في المية، يعني بيقول لك grade 3 with more mass than 90% malignant undifferentiated، يعني عشان تبقى انت عارف ده grade 3 وحش قوي ولا يعني قد ايه يعني. خلاص فده بالنسبه للgrading. طب spread of endometrial carcinoma local فين؟ myometrium، لان انا بتكلم على endometrial carcinoma فاللوكال spread بتاعنا هيبقى myometrium و cervix بالظبط كده. وممكن كمان يوصل اللوكال spread لفين؟ fallopian tubes و ovaries بالظبط كده. وممكن يوصل vagina بس ده مور لوكال، ده مور بقى لوكال spread، بس كل دول اسمهم لوكال spread. طيب في spread تاني ممكن يحصل lymphatic spread لفين؟ على حسب هو انهي اريا. لو كانت المنظر ده في الفندس يبقى هيبقى بزفارة اورتيك ليمف نوز. لو كان الكلام ده عند الكورنيا والكورنيال اند والراوند ليجمنت هيبقى للانجواين. لو هو كان تحت شويه قريب من السيرفكس هيبقى الباراسيرفايكال ليمف نوز والالياك ليمف نوز. ففي ليمفاتيك سبريد طبعا في ليمفاتيك سبريد ديبندنج على الاريا اللي انفولد. لو هو ذا هول اندوميتريوم از انفولد هيبقى ليمفاتيك سبريد لفين؟ لكل اللي احنا قلناهم دول الباراورتيك والانجوينال والايلياك والباراسيرفايكال باراميتريال كل الليمف نودز. طب هل في سبريد تاني غير الدايركت سبريد والليمفاتيك سبريد؟ بلاس سبريد لفين؟ لانج ليفر وبرين وبون. طب ايه الموست كومن؟ لان مهم في كل كانسر نبقى عارفين ايه الموست كومن تايب اوف سبريد. ايه الموست كومن تايب اوف سبريد هنا؟ الدايركت ولا الليمفاتيك ولا البلاد؟ الدايركت هو فعلا الموست كومن اللي هو يبقى المايوميتريوم. دي حاجه حلوه لان هو المايوميتريوم هو ده بارت اوف ذا يوتر. ما انت لما تيجي تعمل لها اوبريشن ما انت مش بتشيل اندوميتريوم انت بتشيل اليوترس فهتشيل معاه برده المايوميتريوم. فدي حاجه كويسه انه كان فده عشان كده ياكد لنا ان هو وان اوف ذا بيست كانسرز لان هو فعلا بي ايرلي دايجنوزس. وفي نفس الوقت السبريد بتاعه ده باي دايركت اللي هو ايه دايركت سبريد ده اللي هو للمايوميتريوم اللي هو اساسي يوترس برده. يعني حتى لو هو ستيج 1 ايه ولا حتى 2 ايفن 2 ستيج 2 بيبقى للسيرفكس. انتوا متخيلين ستيج 2 بتاعه اللي بيبقى للسيرفكس؟ طب ما انا كده كده هشيل اليوترس بالسيرفكس. فبالتالي ده عشان كده بنقول ان هو من الكانسرز الكويسه لانه التريتمنت بتاعه ممكن يبقى كيرتيف في ستيج 1 ده يمكن اكتر من 85% كيرتيف ومش محتاجه حتى فولو اب. فعشان كده بنقول عليه من الكانسرز الكويسه يعني. فده بالنسبه للسبريد اللي هو الباثولوجي قلنا الجراس شكله ايه؟ معظمه بيبقى بوليبويد الفلاشي ماس كده والمايكروسكوبي معظمها بتبقى ادينو كارسينوما والجريدنج جريد 1 و 2 و 3 والسبريد بتاعنا دايركت وليمفاتيك وبلاد موست كومنلي باي دايركت سبريد بالظبط كده. ده بالنسبه للباثولوجي. طب كلينيكال بيكتشر سيمبتومز هتجي لك العينه دي تشتكي من ايه؟ ايه تايب اوف بيشنت الاول؟ تايب اوف بيشنت مين العينه اللي انت لما تخش عليه كده تبقى
تقلع ان هي تبقى اندوميتريال كارسينوما بوست منوبوزال. الايج بتاعها ان هي تبقى الايج بتاعها كبير بوست منوبوزال اوبيز بالظبط كده. وفي حاجتين تانيين كمان بيبقوا لينكد قوي للاندوميتريال كارسينوما، الهايبرتنشن والدايابيتس. لما في الكيس يقول لك او تخش العينه وتقول لك انا هايبرتنسيف وان كنترول دايابيتيك ان كنترول دايابيتس هايبرتنشن اوبيزيتي، الثلاثه دول مع بعض بنقول عليهم كوربس كانسر سيندروم. هتلاقيها موجوده في تكست بوكس عادي، احنا في الكتاب الاسم هو اللي تشيل اللفظ ده، بس كلمه كوربس كانسر سيندروم لان هو اتس سيندروم بتبقى العينه دي بوست منوبوزال ومعاها اوبيزيتي وهايبرتنشن ودايابيتس، فبالذات لو هم ان كنترول فدول بنقول عليهم كوربس كانسر سيندروم. لما تكون هي اوبيز وبوست منوبوزال ودايابيتيك وهايبرتنسيف تقلق جدا من اندوميتريال كارسينوما، لان هي دي معاها كل الريسك فاكتورز بتاعه الاندوميتريال كارسينوما او عندها حاجه اسمها كوربس كانسر سيندروم. فالسيمبتومز اللي هتجيل او التايب اوف بيشنت ممكن تبقى اوبيز دايابيتيك هايبرتنسيف بوست منوبوزال. ايوه شكوتها ايه بقى كل ده تايب اوف بيشنت؟ شكوتها هتقول لك عندي ايه؟ عندي بوست منوبوزال بالظبط كده. بوست منوبوزال ممكن تيجي بين فاول سمالينج ديشارج ممكن، بس اتس نوت ذا كومنس. الكومنس ان هي تجيلك بوست منوبوزال لان اندوميتريم. بص المنظر هو البتاع ده هيجي بايه غير انه فعلا يجيلك بليدنج بوست منوبوزال بليدنج بقى اندوميتريم بوليب بالمنظر ده اكيد هتيجي، او ثيكنس كل الاندوميتريم كده بوليبويدال بوليبويدال بقى ديفينتلي هو الموست كومن سيمتوم اللي هتيجي بيه العيانه هو بوست منوبوزال. اكستريملي رير ان هو يبلوك السيرفكس او السيرفكس اصلا يبقى بلوكت او اتروفيك عشان هي بوست منوبوزال، فجوه بقى يبقى باس كده او بايومترا فتيجي لك بفاول سمالينج ديسشارج. ممكن بس رير اكستريملي رير. يعني لو هنتكلم من 1 ل 99 اكتر من 99% هتجي لك بوست منوبوزال بليدنج، وفيري ليس كومن يجي لك بفاول سمالينج ديسشارج وتلاقي انه عندها بايومترا او باس انسايد يوترين كاب. فده بالنسبه للسيمبتومز بتاعتنا بوست منوبوزال بليدنج. ده الكومنس ممكن يبقى فاول سمالينج ديسشارج وبايومترا جوه ممكن بس اكستريملي رير. هو الموست كومن هو بوست منوبوزال. ده سيمبتومز. ساينز جنرال. بص ايه في الجنرال؟ اذا كان عندها انيميا جوندس طبعا الليفر ممكن يبقى افكتد، ليمف نودز اسمع لها الهارت اسمع لها اللنجز بتاعتها ماشي. ده جنرال اكزامينشن. طيب في حاجه في الابدامن اكزامينشن؟ اليوترس هيبقى انلارج انلارج وسوفت ولا انلارج وفيرم؟ ها ايه رايكم؟ هو عنده بلاستوفايتامين كتير واستروجين كتير وبوليبويدال ماس. المالينسي بيعمل لنا ايه؟ مالينسي وانفكشن وبريجنسي دول ثلاثه كده بنقلق منهم قوي لو جينا تحتنا عيانه فيها مالينسي او فيها انفكشن او فيها بريجنسي. ليه؟ عشان بيخلوا اليوترس فيري سوفت، عشان بيبقى اليوترس بتاعنا فيري سوفت سوفت يوترس. فتخيل بقى لو هي مثلا مالينت ومعاها بايومترا، يعني مالينت وبايومترا يعني مالينسي وكمان سيفير انفكشن، فطبعا لو تحت العينه دي هتتخرم منك من الهواء. فبالتالي مهم نبقى عارفين ان هو انلارج وسوفت. المالينسي بيبقى انلارج وسوفت، غير بقى اللي هو كل ما يبقى هارد كل ما يبقى الكلام ده في الجراحات، لكن في اليوترس بتلاقي ان اليوترس ده سوفت. فلما تيجي تعمل له ابدامنال اكزامينشن ممكن تلاقي اسايتس ممكن، بس ده هتبقى ستيج متقدمه قوي انه يبقى كمان ليفر افكشن لدرجه نعمل لي اسايتس كده. او تلاقي ان اليوترس انلارج فوق السيمفيسيس بيوبس. هو المفروض ان العينه دي سنها قد ايه؟ بص من البوز اللي المفروض اليوترس بتاعها ايه؟ صغيره بدا اتروفيك يوترس اصغر من العادي من التشايلد بيرنج. يعني لو بنقول العادي او التشايلد بيرنج 1 تايمز 2 تايمز 3 انشز اللي هو 7.5 سم في 5 سم في 2.5 سم، لا ده المفروض البوست منوبوزال يبقى اتروفيك يوترس اقل من كده بكتير لان اليوترس اتروفيك. فلو لقيت في واحده بوست منوبوزال اليوترس بتاعها واخد لفوق السيمفيسيس بيوب لا طبعا تقلق جدا. ليه؟ ما ممكن يبقى جالها فايبرويد او ادنومايوزس. دي بوست منوبوزال هيجي لها منين؟ دول بناين كونديشنز وديبندنج على الاستروجين. لا ده هي عندها هايبر استروجين ستيت بس ابنورمال بيهيفير للسيلز لانه مش طبيعي، لان هو الطبيعي ان في المنوبوزال ما يبقاش عندها استروجين فجالها الاستروجين ده منين؟ فبالتالي مش المفروض ان في واحده بوست منوبوزال الاقي اليوترس بتاعها انلارج، بالعكس ده المفروض ان انا الاقي اليوترس بتاعها اتروفي. فكون ان انا الاقي انلارج سواء بالابدامال اكزامينشن او بالبي بي والبايمانوال اكزامينشن، ما المفروض برده في البايمانوال اكزامينشن يبقى اليوترس صغير واتروفي اقل من السايز اللي انا عارفاه بتاع التشايلد بيري. بس لو لقيته ان هو انلارج بالكي يوترس بالكي يعني انلارج يعني 10 من 8 ل 10 اسابيع بنقول عليه بالكي يوترس، 12 اسبوع بتحسه فوق السيمفيسيس بيوبس، فلقيت ان هو بالكي سوفت يوترس فده تورز ان عندها اندوميتريال هايبربليزيا او اندوميتريال كارسينوما. يبقى ده بالنسبه للساينز جنرال ابدومينال لوكال بي في او بايمانوال اكزامينشن بلاقي اليوترس ده سوفت يوترس
بلس اور ماينس ادناكسال انفولفمنت. لو الادناكسال انفولفمنت ده يعني ايه؟ يعني حصل فيه سبريد يعني ستيج 1 ستيج 2 هنا بيبقى لمين؟ للسيرفيس. امال ده يبقى كده ايه؟ ده هيبقى كده ستيج 3. يعني انا لو لقيت ادناكسال انفولفمنت في يعني لقيت اليوترس انلارج وكمان الادناكسا كمان، ده كده افكر ان احنا وصلنا لستيج 3. ايه اهميه ان انا اعرف ان احنا وصلنا لستيج 3؟ هيبقى ريفلكتد عليا في التريتمنت اللي هو طب هو هعمل لها ايه؟ طب ماشي، طب انا ممكن اعمل لها بان هيستريكتومي كله على بعضه، بس كون ان الاوفريز والفالوبيان تيوبز انفولد، ايه كمان بيبقى انفولد قلنا عليه؟ الليمف نودز. بالظبط كده، الليمف نودز كمان بتبقى انفولد، وممكن يبقى فارا اورتيك ليمف نودز وانجواينال ليمف نودز وباراسيرفايكال ليمف نودز وايليك، يعني هتشيل كل الليمف نودز دي. فعشان كده تشوف انت هتعمل استراكتومي ولا لا، احسن طبعا ان انا اعمل راديو ثيرابي. فمهم عشان كده الاكزامينشن بتاعنا، لان الاكزامينشن هو اللي هيخليك تسسبكت انت تكونفيرم الدياجنوز بتاعك، وكمان تسسبكت ادي ستيج. وده مهم عشان انا بعمل بعد كده انفستيجيشنز كويس تو كونفيرم السسبشن بتاعي ده، اكونفيرم ان هو اندوميتر كارسينوما واديتكت السبريد اللي انا قلت عليها او اللي انا اي سسبكتد باي الاكزامينشن بتاعي. يبقى تاني احنا بنتكلم على ايه؟ الساينز. ساينز لسه ما دخلتش في الستيج. ساينز قلنا جنرال وابدومينال ولوكال، اللي هو لوكال بشوف اليوترس ان هو انلارج وسوفت وكده، واشوف اذا كانت الادناكسا انفولد ولا مش انفولد معايا. فده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر سيمتوم ساينز. في سؤال لحد دلوقتي؟ طب نيجي للستيج. الستيج ده لما تشوفوا كده الستيج اللي احنا قلناه، ستيج 1 هنا في الاندوميتريا كارسينوما هيبقى فين؟ في الاندوميتريا كونفايند لليوترس. في عندنا حاجه اسمها 1A لو less than half of the endometrium is involved. يعني هي endometrial carcinoma كده، لو هي endometrial carcinoma بس وما دخلتش على الميتريم برضو لسه دي stage 1A خلاص. لكن لو الميتريم involved بس اقل من نصه كويس، دي برضو 1A برضو. لكن لو الميتريم involved لكن اكتر من نصه، يعني ممكن يبقى واصل لحد الperimetrium او الperitone، دي هتبقى 1B. بس هو involvement بس للميتريم، مفيش حاجة تانية. يعني مفيش حاجه تانية خالص. لو لقيت ان السيرفكس يعني ده ستيج 1 سواء 1A و1B. طب لو لقينا ان السيرفكس سيرفايكال ستروما وليس الجلاندز، لو الجلاندز انفولد بعتبرها برده ستيج 1، لان الجلاندز اندو سيرفايكال جلاندز انفولد بعتبرها برده ستيج 1. لكن لو الستروما نفسها بتاعه السيرفكس انفولد، يعني لقيت ان الستروما بتاعه السيرفكس التيشو بتاع السيرفكس هو اللي انفولد، ده ستيج 2. تاني بقى الستيجنج بتاع الاندوميتريا كارسينوما ستيج 1. ستيج 1 ده اللي هو كونفايند للاندوميتريم او لليوترس، 1A اقل من هاف اوف ذا ميتريم از انفولد، و1B مور ذان هاف اوف ذا ميتريم از انفولد. طب ستيج 2 انفولفمنت اوف ذا سيرفكس سيرفايكال ستروم، ده ستيج 2. ستيج 3 انفولفمنت للفالوبيان تيوبز والاوفريز الفاجينا والليمف نودز، هو ده مور لوكال سبريد. احنا اللوكال سبريد خدنا فيه السيرفكس، فدلنا بقى بقيه الحاجات الادناكسا اللي هو فالوبيان تيوبز واوفريز والفاجينا، وقلنا كمان ستيج 3 دي بتبقى معاها ليمف نودز. فستيج 3 يبقى انفولفمنت للفالوبيان تيوبز والاوفريز، انفولفمنت للفاجينا، انفولفمنت للليمف نودز. اوحشهم في ستيج 3 هي مين؟ الليمف نودز. وريلاتيفلي احسنهم فالوبيان تيوبز واوفريز ولا فاجينا؟ فاحنا احسنهم ايه؟ اللي احنا بنعرف بنشوف ان هو ممكن يتشالوا في السيرجري، مش كده ولا ايه؟ فريلاتيفلي احسنهم في اللي احنا قلناهم دول مين؟ فالوبيان تيوبس واوفريز، لان انت وانت بتعمل هيستركتومي توتال ابدامن هيستركتومي ممكن تعمل بايلاترال سالبنج اوفراكتومي اللي بنقول عليها بان هيستركتومي، لكن هتشيل الفاجينا؟ هو ما ينفعش اشيل الفاجينا بتاعت الست مش كده ولا اعمل لها بايلاترالكتومي كمان معانا يعني صعب. طب لو تفتكر لو الفاجينا انفولد هيبقى انهي اريا من الفاجينا موستلي انفولد؟ اللور اند اوف ذا فاجينا ولا الابر اند اوف ذا فاجينا؟ الابر اند، لان هي اللي دي القريبه وهي دي كمان اللي ايه؟ ممكن تتشال طبعا، وهي طالعه من نفس الاورجن. نفس الاورجن والاريان مش كده ولا ايه؟ والاريان اورجن، ما هو المولاريان هو اللي بيديني اليوترس بالفالوبيان تيوبز بالابر بارت اوف ذا فاجينا، لكن اللور بارت دي ليها ديفرنت اورجن. فلو في حاجه هتبقى انفولد في الفاجينا هتبقى الابر فاجينا، بس برده ده يعني ما يعتبرش حاجه. فبالتالي لو قسمناهم كده بتاعت ستيج 3 اللي هو الادناكسا اوفرز وفالوبيان تيوبز وفاجينا وليمف نودز، هيبقى مين فيهم ستيج 3 A وB وC؟ A اوفرز وليمف نودز اوفرز وفالوبيان تيوبز A، B فاجينا، C ليمف نودز. بالظبط كده، هم كده.
يبقى الستيجنج بتاعنا ستيج 1 كونفايند للاورجن او لليوترس او الاندوميتريا 1A less than half of the myometrium is involved 1B more than half of the myometrium is involved stage 2 cervix cervical stroma is involved stage 3 more local spread lymph nodes ايه اللي هما more local spread 3A the over the fallopian tubes 3B هتبقى vagina 3C دي lymph node involved. عايزين تعرفوها بس كلهم على بعضهم كده ان 3 بتبقى للاوفرز والفالوبيان تيوبز والفاجينا والليمف نود شغال مش حاجه مش بيجي تفاصيل اللي هو A و B و C A شغال يعني لو قلت لي ستيج 3 اللي هي مور لوكال سبريد اللي هو للفالوبيان تيوب للادناكس فالوبيان تيوبز اوفرز وفاجينا والليمف نود شغال جدا مفيش اي مشكله خالص فول مارك اه فول مارك عادي خالص طيب يبقى ده ستيج 3 وما ستيج 4 ديستنس سبريد بنقسمهم ل 4A لو الميكوزا بتاعت البلادر والراكتم انفولد ليه؟ لان كان زمان بيعملوا حاجه اسمها بلفيك اكسنتريشن يشيل لك كله انكلودنج الراكتم واليورينري بلادر وكده ايوه بس دي عيانه اساسا ستيج 4 يعني هتبقى اصلا انفيت فور سيرجري ايه كميه الاوبريشن ايه الدراستيك بلفيك اكسنتريشن اللي بتعمله فما بقيناش نعمله دلوقتي يعني لو هي ستيج 4 على طول بنجو فور راديو ثيرابي بس لسه التقسيمه بتاعت 4A اللي هو انفولفمنت لليورينري بلادر والراكتم عشان لو هيعملوا بلفيك اكسنتريشن يعني اكسنتريشن يشيل كل الحاجه اللي موجوده في البلفس يوترس بفالوبيان تيوبس باوفرز ببلادر مش عارف ريكتم وعملوا بقى ريدايركشن لليوريترز يعني قصص خلاص ما بتعملش فالفيك اكسنتريشن فيري موربد اوبريشن وهي اصلا عينه انفيت وهي ستيج 4 فما ينفعش انك انت تعمل لها حاجه بالمنظر ده بس دي ستيج 4A 4B بقى انفولفمنت لللانج وليفر والبري ديستنت بلاسس فده بالنسبه للستيجنج بتاع الاندوميتريا كارسينوم بتديهم اكتر ريديو ثيرابي لان كيمو ثيرابي هتديه لو واحده لسه في الستيج الاولانيه كيمو ثيرابي بقى انا بتكلم على كيمو ثيرابي اللي بتكلم عليه البروجستيرون خلاص ممكن تدي طبعا حاجات بتاعه سيس بلاتينو ما اعرفش بتاعه بلاتينو الكلام ده ممكن بس احنا الكيمو ثيرابي اللي بنتكلم عليه اللي هو البروجستيرون وده احنا كدكاتره نساء هو اللي بنديه لو واحده كانت عايزه ديزاير انفيرتيلتي وهي لسه ستيج قليله خلاص وبعدين لقينا كمان ان الاندوميتريا كارسينوما ريسبوندنج للراديو ثيرابي اكتر فعشان كده اللي بيستخدم اكتر الراديو ثيرابي مش الكيمو ثيرابي فكده الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا سواء سيمتومز سايز جنرال ابدومينال اند لوكال وستيجنج ستيج 1 كونفايند للاندوميتريا 1A less than half of the myometrium is involved 1B more than half of the myometrium is involved ستيج 2 سيرفيكس سيرفايكال ستروما ستيج 3 ادنكسا مور لوكال سبريد اللي هو اوفري وفالوبيان تيوبز وفاجينا و ليمف نود عايز تفرقهم اللي هو ستيج 3A اللي هي مين 3A فالوبيان تيوبز اوفرز 3B للفاجينا 3C ليمف نود اللي هو البارا سيرفايكال والبارا اورتيك طبعا بارا اورتيك اوحش عشان كده فيها تقسيمه مش هاريكم طبعا 3C 1 خالص حتى لو مش محتاجه لا انا بطمن الناس اللي عايزه يدفع الاول على الدفعه يعني بطمن ده مش عليك يعني الاول على الدفعه مش عليك خلاص بس عشان نبقى عارفين خلاص فستيج 3 سي هي الليمف نود انفولد كويس طيب ده بالنسبه للكلينك بيتش طب ايه الانفستيجيشنز اللي تحب تعملها للعيان هكونفيرم الدايجنوستس ازاي بايوبسي على طول تحب يعني جات لك العيانه داخله عليك عيانه 65 سنه بتقول لك انا منوبوزال بقالي 10 سنين وامبارح جالي اتاك اوف بليدنج وانا قلقانه منها قوي يا دكتور تعمل لها ايه تقول لها بايوبسي الترا ساوند الاول سونار دي مهم جدا سونار ده فور سكريننج فيرست ستيب تو بي دان غير الكونفيرماتوري ستيبس دي هتجي لنا في امتحان هحكي لكم في امتحان كام في الميه 100% لازم عشان انت كجي بي تقدر تقول انا الاول هبقى هعمل لها سونار وانا في العياده كده عشان اطمن وهي تطمن والناس تطمن ولا هاخدها على طول على العمليات اكيد هتعمل لها سونار الاول بس هل السونار ده كونفيرماتوري لا ده سكرين ده فيرست ستيب باي بقى طريقه دي لك بيها السؤال الفيرست ستيب تو بي دان السكريننج تو بي دان يعني اي حاجه لكن لو قال لك الكونفيرماتوري او البيست ميثود تو دايجنوز ال تو كونفيرم الدايجنوستس بتاعك يبقى هتعمل ايه بايوبسي بالظبط الكونفيرماتوري هو البايوبسي بس ستيب تو كونفيرم الدايجنوستس برده البايوبسي بس مش هجو فور البايوبسي على طول زي بالظبط في الاشر ماي سيندروم طب ما انت بتعمل هيستروسالبنجيوجرافي زي بالظبط لو عندك بايلاترال تشوب البلوك ما هو ده بالهيستروسالبنجيوجرافي لكن الكونفيرماتوري بتاعك الاشر ماي هتعملها هيستروسكوب عشان تشوف ده الكونفيرماتوري والثانيه بتاعه البايلاترال تشوب البلوك قبل ما تجو فور اكس هتعمل لها
لاباراسكوبي بالظبط كده. ففي حاجات كونفيرماتوري دياجنوستيك، لكن في حاجات سكرينينج، سكرينينج بنعملها الاول انيشيالي فيرست ستيب. يبقى انيشيالي بعملها تي بي اس. ايه اللي لو عملته في تي بي اس هو اللي يجري. بمعنى اخر لو جات لك العيانه اللي هي منوبوزل وجايها بوست منوبوزل بليدنج وقالت لك نزل عليها شويه دم او كتير دم او واتيفر دم، ايه الموست كومن كوز اوف بوست منوبوزل بليدنج؟ اتروفي بالظبط كده، اتروفيك فاجينايتس، اتروفيك اندوميتراتس، اتروفي ده الموست كومن. وايه الموست سيريس؟ اندوميتريال كارسينوم. فانا بعمل السونار عشان اعرف هي الموست كومن ولا الموست سيريس. طبعا ازاي هفرقها ازاي بالسونار؟ اندوميتريال تيكنس بالظبط كده، الاتروفيك، الاتروفيك بس من اسمها الاتروفيك. يبقى المفروض ان انا هلاقي اخبار الالترا ساوند بتاعها ايه يا دكاتره؟ الاتروفيك هلاقي الالترا ساوند بتاعها مالك. الاندوميتريال تيكنس هلاقيه ايه؟ اقل من 5. هلاقيه اقل من 5 هلاقيه اتروفيك، هلاقيه اتروفيك اقل من 5. بصوا المنظر ده، شايفين الاندوميتريال اللي احنا بنقيسه هنا؟ لا لا ده 5 ايه؟ ده بصوا كان بيقول لك ان هو 2. حاجه سنتيمتر، يعني اكتر من 20 مللي، 20 مللي في واحده قوس منوبوزل. لا يبقى ديفينتلي انا بتعامل هنا غالبا مش بس اندوميتريا بريبليزيا، دي كمان ممكن تبقى اندوميتريا كارسينوم. فالعيانه دي لو جات لي في العياده وبتديني هيستوري اوف قوس منوبوزل بليدنج، امبارح نزل عليا شويه دم يا دكتوره وانا منوبوزل بقالي سنتين، وعملت لها سونار لقيت المنظر ده، وبعدين ده لازم بايبس، ده لازم بايبس. يبقى تو كونفيرم ماي دياجنوستس تي بي اس فور سكريننج، لو اقل من 5 مللي مادام ده غالبا اتروفيك وكده ممكن ما تعملهاش بايوبسي ولا حاجه. لكن لو لقيته اكتر من 5 مللي، لا مادام ده في تقاصر في الخلايا، ده بطانه الرحم بتاعتك سميكه ومش المفروض تبقى سميكه في الوقت ده لان انت منوبوزل بقالك فتره، فبالتالي لازم ناخد بايوبسي تو كونفيرم ماي دايجنوزس اللي هو بتاع الاندوميتريال كارسينوم. لان السكريننج ده بيديتكت مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. لو هو لقيت السكريننج بتاعك نيجاتيف خلاص يبقى ما تكملش، مش محتاج تدخلها عمليات. لكن لو لقيت السكريننج بتاعك بوزيتيف، يعني ايه بوزيتيف؟ يعني اكثر من 5 مللي اندوميتريال سيكنس، يبقى دي اللي انت محتاج تاخد منها اندوميتريال بايبس. زي ما هنتكلم في الكانسر سيرفكس المره الجايه، بنعمل لو هي عندها كونتاكت بليدنج بنعمل باب سمير. لقيته بوزيتيف اجو فور كولبوسكوبي وبايبس، لقيته نيجاتيف خلاص مش محتاج اعمل حاجه. ما هو لو السكريننج مش هيفرق لي اعمل لمين ايه؟ مش هعمل السكريننج، هعمل لهم كلهم بايبسي. انا بعمل السكريننج عشان افرق مين اللي محتاجه كونفيرميشن ومين اللي نيجاتيف فور سكريننج، يبقى مش محتاجه ان انا اعمل لها الكونفيرماتوري ستيب. فانا بعمل اول حاجه الفيرست ستيب اللي هو التي بي اس ترانس فاجينال سونوجرافي عشان اشوف لو لقيت ان هو الاندوميتريال تيكنس بتاعي اقل من 5 مللي، لا يا مدام ده انت غالبا او انت اتروفيك اندوميترايتس، فبالتالي انت مش محتاجه اعمل لك عمليات. هناخد بس ممكن تعملي مثلا ما هي ايتس ادي لها انتي بايوتكس، ادي لها كريم لو هي اتروفيك فاجينايتس استروجين كريم كده وخلاص، والبليدنج هيقف وهو هيبقى سيلف ليميتد طبعا. لكن لو لقيت ان الاندوميتريال ثيكنس بتاعها بالالترا ساوند اكتر من 5 مللي كويس، يبقى ده سسبكت اندوميتريال بليزيا اكتر من 10 مللي بس سسبكت كمان اندوميتريال كارسينوما. فدول اللي محتاجين ان انا اعمل لها اندوميتريال بايوبسي عشان اعرف الريزلت بتاع الباثولوجي يجي لي ايه. هيقول لي اندوميتريال هايبربليزيا، انهي نوع من الهايبربليزيا؟ طب اندوميتريال كارسينوما الجريدنج بتاعنا يعني. فبالتالي هم دول اللي هم طلع التي دي اس بتاعهم اندوميتريال تيكنس اكتر من 5 مللي اللي محتاجين اكونفيرم الدايجنوزس بتاعي باندوميتريال بايوبسي. واضحه؟ دي لازم تبقى واضحه 100%. ما ينفعش انك انت ما تبقاش عارف واحده بوست منوبوزال بليدنج تعملها مانجمنت ازاي. بوست منوبوزال بليدنج على طول بيالارم في ذهنك كده، ايه ده الاحسن تكون اندوميتريال كارسينوم، عايز اطمن عليها ما تكونش اندوميتريال كارسينوم. لكن ببقى عارفه ان الموست كومن هو الاتروفيك، لكن ببقى قلقانه الاحسن تبقى الموست سيريس اللي هي الاندوميتريال كارسينوم. ايوه يعني اعمل ايه؟ اعمل ترانس فاجينال سونوجرافي اشوف ايه اندوميتريال ثيكنس. اقل من 5 مللي ما دام ده عادي خالص، ده انت اتروفيك عادي ما انت منوبوزال. اكتر من 5 مللي معلش احنا محتاجين ناخد بايوبسي عشان نعرف التكنس ده جاي منين، انت اندوميتريال هايبربليزيا ولا اندوميتريال كارسينوما، وعلى اساسه هبروسيد بفردر مانجمنت. واضح؟ يبقى ده اول حاجه بعملها تي في اس بلس اور ماينس اندوميتريال بايوبسي على حسب. طب في انفستيجيشنز ثانيه تحب تعملها بالذات لو لقيت المنظر ده؟ طبعا لو لقيت اتروفيك مش هكمل انفستيجيشنز خلاص بقى، ما هي اتروفيك والاتروفيك دي ولا ليها انفستيجيشن تو ديتكت سبريد ولا تو اساس فيتنس، ما هي دي ملا دي تبع البناين اللي احنا كنا بناخده عادي اللي هو الاي بي او ديسفانكشنال بي عادي. لكن لو طلعت مالجنت اللي هي سسبيشنز اوف مالجنسي اللي هو المنظر ده، لو طلع الاندوميتريال ثيكنس بتاعها اكتر من 5 مللي، دي اللي انا محتاجه بقى اخد منها اندوميتريال بايوبسي وهكمل بقيه الانفستيجيشنز بتاعتي
اللي هو الديتكت سبريد لحسن تكون المنظر ده وهي فعلا اندوميتريال كارسينوما فيها كمان متاسس فديتكت متاسس تشيست اكس راي ليفر سكان اشوف الليفر افكتد ولا لا ام ار اي عشان اشوف الليمف نودز افكتد ولا لا بون سكان يعني عشان اشوف اذا كان عندي متاسس ولا لا واعمل لها برده ليفر فانكشنز وكيدني فانكشنز واي سي جي وكده عشان اساس الفيتنس بتاعتها. من هذه الانفستيجيشن اقدر بريليمينري اقول الستيجنج بتاعها ايه. لو لقيت ان هو كل لوكشة الانفستيجيشنز اللي انا عملتها ده طلعت لي ان هو في اندوميتريال افكشن للمايوميتريا وبالالترا ساوند والدوبلر ستادي اللي انا عملته والام ار اي وراني ان عندي 75% من المايوميتريا انفولف وعندي افكشن للبارا اورتيك لينف نودز. بالام ار اي بينت لي ان البارا اورتيك لينف نودز دي افكتد وفعلا قالوا لي ان فيها فاسكولاريتي عاليه وكده واللارج بارا اورتيك لينف نودز 2 سنتي في سنتي مثلا وكده. فساعتها يبقى كده انا ايه ستيج 3 سي كمان مش كده ولا ايه. فبالتالي مهم الانفستيجيشنز بتاعتي دي لان هي بريليمينري بتديني الستيجنج بتاعي. طبعا اللي بيكونفيرم هذا الدايجنوزس لو انا عملت الاوبريشن يعني عملت اكسبلوراتوري لابراتومي وعملت لها توتال ابدومينال هيستيركتومي باي لاترال سالبنجوفيركتومي ريموفال اوف ابر كاف اوف ذا فاجينا سامبلينج اوف ليمف نودز بتاعه الباراورتيك والالياكس ومش عارف الانجواينال والكلام ده سامبلينج للليمف نودز وبعتهم ونتيجه الباثولوجي يقول لي ده كان بوزيتيف فور مالينسي ده نيجاتيف فور مالينسي ده كده فهيكونفير انا اي سسبكتد باي كلينيكلي ان هي مثلا ستيج 3 سي. طبعا مش المفروض كنت اعمل لها عمليات. افرض ان انا اي سسبكتد باي الانفستيجيشن ان هي مثلا ستيج 2 قال لي ده المايوميتريم 90% منه انفولد والسيرفايكال ستروما انفولد لكن الليمف نودز مش باين ان هي فيها حاجه فانا قلت دي ستيج 2 دي اوبربت دي ممكن اعمل لها عمليه. دخل عملت لها راديكال هيستريكتومي او حاجه بنقول عليها فير تايم اوبريشن بنعمل فيها بان هيستريكتومي توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سيربنج اوفراكتومي وريموفال اوف ابر كاف اوف ذا فاجينا وكمان رحت عامله سايتولوجي وسامبلنج للليمف نودز وبعته تلاقي الريزلت بيقول لي ان هو فعلا السيرفكس كان انفولف بس كمان الاوفري اللي انت شلتيه ده كان انفولف وفي واحده من الليمف نودز في الاليا كانت انفولف. يبقى انا كنت سسبكتنج بالكلينيكال ان هي ستيج ايه تو. طب تلاقي لي بعد الاوبريشن ان هي ستيج كام 3 هعمل لها ايه ريجستر اديشنال ريجستر. يبقى كده الستيجنج بتاع الاندوميتريال كارسينوما كلينيكلي ولا سيرجيكال؟ سيرجيكال لان الاساسي بتاعك سيرجيكال وكل حاجات بنقولها سيرجيكال. فعشان كده فعلا الفيجو ستيجنج ما كل الستيجنج ده فيجو يا دكاتره. يعني انا ممكن بالاسود كده اكتب جنب الستيجنج ده فيجو كلهم فيجو ستيجنج كلهم فيجو ستيجنج اللي هو سواء كانسر يعني بتكلم في الجاينيكولوجي واوبستريكس جاينيكولوجي يعني فكلهم هيبقوا الفيدراسيون انترناسيونال بجينيكولوجي اوبستريك اللي هم كلهم فيجو ستيجنج كلهم فيجو ستيجنج. فالفيجو ستيجنج بتاع الاندوميتريال كارسينوما ده سيرجيكال ستيجنج وليس كلينيكال ستيجنج. لما نيجي المره الجايه في السيرفكس هتلاقوا ان الستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس كلينيكال ستيجنج الفيجو ستيجنج بتاع الكانسر سيرفكس كلينيكال بس الفيجو ستيجنج بتاع الكانسر اندوميتريا سيرجيكال. بس ديفينتلي انا مضطر اعمل له بريليمينري في الكلينيكال عشان اعرف انا هدخل عمليات اساسا ولا مش هدخل. ممكن ادخل عمليات وتكون فيت وانا فاكراها ستيج 1 او اي او بي وستيج 2 وادخل عمليات بس يطلع النتيجه ان هي الستيجنج متقدمه يبقى هحتاج اديلها ريديو ثيرابي. لكن طلعت النتيجه زي ما انا عارفه من الاول انها طلعت ستيج 2 يبقى مش هحتاج ان انا اديلها ريديو ثيرابي. فهو ده فايده انك انت بتعمل لها يعني انت مش بس بتخش على الاوبريشن انك تعمل لها فيرتايم وخلاص فيرتايم وكمان بعمل سامبل من ضمن الفيرتايم اللي هو الراديكال. كلمه فيرتايم هي نفسها بتساوي راديكال هيستريكتومي هي بتساوي ان احنا بنشيل اليوترس توتال ابدومينال هيستريكتومي اليوترس بالسيرفكس وباي لاترال سابنج اوفراكتومي وابر كاف اوف ذا فاجينا وسامبلنج للليمف نودز دي اسمها راديكال هيستريكتومي اللي هو انا بشيل كل الحاجات اللي هي اوبوليريان اوريجن بلس سامبلنج كمان للليمف نودز والاوفريز طبعا لان هو هرمون ديبند. انا ليه زودت الاوفري؟ ان هو مش موليريان هو جاينت ريتش. فانا عشان كده عشان قلت لكم كل الموليريان اوريجن بلس ليمف نودز ورحت كاتبه وبشيل الاوفريز لان ده مش موليريان اوريجن بس برده بشيله معايا. يبقى احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الانفستيجيشنز بتاعتنا. الانفستيجيشن تو كونفيرم ماي دايجنوزس تي بي اس بلس اور ماينس بايوبسي على حسب الاندوميتريال ثيكنس وانفستيجيشن تو ديتكت سبريد ومنها هعمل بريليمينري فيجو ستيج كلينيكال فيجو ستيج واحدد المانجمنت
وتو اساس فيتنس اوف ذا بيشنت فور سيرجري، عشان هي لو هي كانت ستيج 1 او ستيج 2 دي تبقى فيت فور سيرجري، ف يعني اوبرابل، فبالتالي ادخلها العمليه. فالتريتمنت بتاعنا لو هي ستيج 1 كويس، لو هي طلعت لي باقي الانفستيجيشنز اللي انا عملتها ان هي ستيج 1، كفايه ان انا اعمل لها بان هيستريكتومي اللي هي توتال ابدومينال هيستريكتومي باي لاترال سالبنج اوفراكتومي ستيج 1 اللي هي مايميتريم بس، لكن السيرفكس حتى مش انفولد، فمش محتاجه غير ان انا اعمل لها بان هيستريكتومي. لو طلعت لك ستيج 2 يعني السيرفكس كمان انفولد، يبقى لازم تعمل لها فيرتايم او راديكال هيستريكتومي. اللي هو ايه في الفيرتايم او الراديكال؟ بان هيستريكتومي بلس والأوفري والسامبلينج وفي المكان، يعني أوفري ثاني يعني توتال أبدومينال هيستريكتومي بالاترال سالبنج أوفراكتومي وأبر كاف أوف ذا فاجينا أند سامبلينج للليمف نودز. فلو هي ستيج 2 أنت لازم تعملها فيرتايم أوبريشن. فاللي هم أوبرابل بالنسبة لنا أو اللي هي ينفع يتعمل لهم سيرجيكال تريتمنت هو ستيج 1 وستيج 2. لو هي طلعت ستيج 3 بالانفستيجيشنز اللي أنت عملتها أو ستيج 4، ستيج 3 دي راديو ثيرابي وستيج 4 دي باليتيف اللي هو بتبقى سفير بين وكده، تدي لها حاجات تؤليفيت البين ومورفيا وكلام من ده، وممكن تدي لها ريجي ثيرابي عشان تشرينك الاماونت اوف التومر اللي موجوده، فبالتالي ما يبقاش لان دي ممكن تلاقي كمان عندها هيماتوريا وبليدنج كوركتم وكلام من ده، لان بيبقى وفي عندها هيموبتسيس لان افكشن اوف ديستنت اورجنز. ده بالنسبه للتريتمنت ايرلي بعملها اوبراتيف تريتمنت، واللي بياخدوا بيعملوا ريجي ثيرابي. طب لو كانت هي ايرلي بس انفيت فور سيرجري، يعني هي ستيج 1 او ستيج 2 بس هي انفيت فور سيرجري، ده بيتك ان كنترولد هايبرتنسيف ان كنترولد اوبيز وكاردياك واسكيميك هارت ديزيز ومش عارف ايه، هتعمل لها ايه؟ ريجي خلاص. طب لو هي ستيج 1 وهي ديزايرنج فيرتيليتي ولسه متجوزه، يبقى دي بالظبط كده في اثنين نوتا بيني عندنا اثنين ان بيز. لو هي بيشنت ديزايرنج فيرتيليتي ولسه في ستيج 1 ايه حاجه لسه قليله، فانت بتجو فور جستجنز هاي دوزز اوف جستجنز اللي هو الديبوبروفيرا او الميدروكسي بروجستيرون اسيتيت بتديه لها. لو هي على فكره الدوزز دي يعني 20 تايمز الدوز اللي موجوده في الاو سي بيز او البي او بيز، انتم متخيلين دوز عاليه جدا وبتاخدها كمان مرتين في اليوم وكده، يعني فيري هاي دوزز اوف جستجنز. ولو هي البيشنت انفيت فور سيرجري حتى لو هي ايرلي ستيج 1 او ستيج 2 هتجو فور راديو ثيرابي. ساعات ان هو انت لو انت يو مس دايجنوست هير از ستيج مثلا 1 او 2 وطلعت بعد الاوبريشن اللي انت عملتها لا دي ستيج متقدمه، يبقى هتاخد بوست اوبريتيف راديو ثيرابي. اوكي؟ في سؤال في الكانسر اندوميتريا ولا لا؟ هم بيجوا ان جنرال في البوست منوبوزال. افرضي ان هي جت في واحده سنها صغير الكانسر كانسر اندوميتريا، مين اللي لايب اللي يديلها وهي سنها صغير؟ البي سي او اكتر بنشوفه في الناس اللي هم بتوع البي سي او. لو جات لها وهي كانت بي سي او انتريتد بي سي او هايبر بليزيا وبروليفريتيف اندوميتريوم وبتاع وعايزه ديزايرنج فيرتيليتي، يعني هي عندها مثلا 40 سنه ولسه متجوزه، طيب بس هي اندوميتريا هايبر بليزيا او طلعت اندوميتريا كارسينوما بس ستيج 1، يبقى هديها هاي دوز اوف جستجنز وبعدين بعد كده تروح تحمل بسرعه تجيب عيل كده يبقى كومبليتد هير فاميلي، ما هو مش خلاص بقى كده حلو قوي، وان جو فور ديفينيتيف تريتمنت اللي هو هيبقى بان هيستريكتومي او اوفر تايم على حسب. واضح يا دكاتره؟ في سؤال في الاندوميتري؟ هتجي لك بالريجولر فاجينال بي، لان الاندوميتري يا دكاتره ما بيجيش بمينوراجيا، بيجي بايه؟ ميكروراجيا. الاندوميتريال بليدنج خلاص اتعلمها بليدنج فروم ذا اندوميتريم، ده بيبقى الريجولر شادنج، ما بيبقاش شادنج ديورنج المنستريشن زي مثلا الفايبرويد والادنومايوزس دول مايوميتريال ليجن. المايوميتريال ليجن بتيجي بمينوراجيا، لكن الاندوميتريال ليجن بتيجي بميتروراجيا. مين الارمي اكتر المينوراجيا ولا الميتروراجيا؟ الميتروراجيا طبعا، واحده مينوراجيا ما هي المنسز ريجولر بزياده شويه هتاخد لها دافلون كابرون ما اعرفش ايه، لكن بينزل عليها دم ان بتوين منسز وهي دي الريجولر هي دي اللي الارمي، فهتجي لك ب اي بي او ابنورمال يوتراين بليدنج او ديسفانكشنال يوتراين بليدنج اللي هو الميتروراجيا. فهتيجي بمتروراجيا بتعمل لها تي بي اس، بتلاقي اندوميتريال ثيكنس بتاعها مش بقى 10 و5 والكلام اللي احنا بنقول عليه، لا اكتر بكتير بقى، لان هي تشايلد بيرنج اكسبتبل ان هو يبقى 10 و12 كمان، فهتلاقيه بقى 20 ولا كده، فعلى طول تشك ايه ده اندوميتريال بوليب اندوميتريال بروليفريتيف اندوميتريم ايه، فبرده بتاخد بايوبسي يطلع لك نتيجه البايوبسي ان هو هايبربليزيا بالديفرنت تايبس بتاعتها او كارسينوما، فهتجو فور بقيه الانفستيجيشنز اللي بنقول عليها. في الايه؟ لا 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 انت بتدي هاي دوزز عشان بتوقف السايكل بتاعتها عشان تعمل اتروفي للاندوميتريا لمده 3 سنين.
شهور او 6 شهور طالما هي ريسبوندينج تو تريتمنت. ازاي هعرف ان هي ريسبوندينج تو تريتمنت؟ فندم ما جالهاش بليدنج وانا بديها البروجستيرون و بقول اب ايه التكنيك بتاع الاندوميتريوم، لقيت ان الاثنين دول هي ما بيجيلهاش بليدنج وايل شي از تيكينج البروجستيرون يبقى شي از ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت، وانا كمان بكونفيرم ان لقيت الاندوميتريال تكنيك بتاعنا بقى اتروفيك وقل، يبقى ساعتها اه حلو قوي. انت دلوقتي غالبا لو خدت منك بايوبسي مش هلاقيها ان هلاقيها ان هي ريجريس فجو اند جت بريجننت. طب افرض ان انا وانا بديها هذا البروجستيرون برضو بيجي لها بليدنج او عملت بيجي لها بليدنج فرجعتي فعملت لها تي بي اس فلقيت الاندوميتريال تكنس تخين، يبقى اقول لها ايه؟ يبقى انت يو ار نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت، مش هنقدر نكمل ميديكيشن يا مدام ولازم نجو فور ذات تريتمنت. اوكي، في سؤال في الاندوميتريال تكنس؟ طب في تيومر ماركر ممكن استخدمه هنا؟ هل في تيومر ماركر هنا؟ لو انا بعمل هو تيومر ماركر ده بيستخدم فور ايه؟ سكريننج ولا كونفيرماتوري؟ فول اب سكريننج بروجنوستيك. سكريننج اند بروجنوستيك، ايه اللي هنا عندي سكريننج اند بروجنوستيك؟ الاندوميتريال تكنس بالظبط كده، هو ده السكريننج لانه الاندوميتريال تكنس قد ايه، وبروجنوستيك ان انا بفولو اب بالسايز بتاع الاندوميتريال تكنس. اللي هنشوفه في السيرفيس هيبقى سكريننج اند بروجنوستيك، هيبقى الباب سمير. اللي هنشوفه في الاوفيريان هيبقى سي 125 خلاص، ده عشان بس نبقى متخيلين كل واحد، لكن مفيش حاجه زي سي 125 في الاندوميتريا كارسينوما، لا مفيش، هو بس عندي سي 125 في الاوبي لكن مش في الاندوميتريا. الاندوميتريا هو سي بي اس، تي بي اس او ترانس فيجنال سونوجرافي، هو ده السكريننج اند بروجنوستيك بالنسبه لي. في سؤال يا دكاتره في الاندوميتريا كارسينوما؟ طيب ادوني الامتحان بتاعكم وكده ان شاء الله يوم الثلاث هناخد الكانسر سيرفيس.